خلاص تمام، مفيش مشكلة. مش اتفضل. حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في استكمال الموضوع السابق اللي هو بروجكت سكسس اند فيلر كريتيريا، معدلات نجاح او فشل المشاريع. الموضوع من المواضيع الهامة والبسيطة جدا، وبدأنا فيه المرة اللي فاتت، وكان يعني ايه يعني عملنا نصه تقريبا، لأنه في عناصر كتير. و هنشوف دلوقتي يعني احنا النهارده المحاضرة 20 الحمد لله رب العالمين، ونتكلم يبقى عملنا 60 ساعة، 60 ساعة النهارده إن شاء الله بإذن الله تعالى. 20 في 3 ب 60 ساعة، يعني تزيد يزيد شوية، يعني ساعات كانت 3 ساعات أو إلى آخره، لكن نحن بنفترض إن كل لقاء فيه 3 ساعات. الحقيقه الباشمهندس بالنسبه للشهادات احنا متفقين مع بيوم اريبيا، مع الاستاذ عمر سليم جزاه الله خيرا، ان هيبقى في شهاده ان شاء الله. المهندس عموما انا هسيب الكلام ده للباشمهندس محمود ابننا العظيم اللي هو بيدير كل هذا الكلام، وطاقم بين اريبيا انه هيشرح لكم بقى موضوع الشهادات هيجي ازاي وتعمل ازاي، يعني الموضوع ان شاء الله سهل مش حاجه خالص. و يعني المفروض شهاده مدير مشروع دولي دي يعني الكلام ده في اوائل الالفينات طلعت في مصر، يعني كان التريننج بتاعها من 120 ل 140 ساعه، حاليا في مصر 100 ساعه بس. ف يعني هنشوف، يعني ربنا يقدرنا عليه ان شاء الله، بس يعني احنا ايه بنعتبر نفسنا دلوقتي يعني في منتصف الطريق، يعني والله ما اظنش ان الساعه هيكفوا، بس احنا مع بعض يعني، وان شاء الله يكون كلامنا يعني واضح. وطبعا احنا كلنا يعني اخوه وزملاء وابناء واحفاد، ويعني يشرفني ان انا يعني اتواجد معاكم الفتره دي، وان شاء الله يعني تكون بفائده جميله ان شاء الله، وان شاء الله يبقى الكل يطلع مستفيد باذن الله تعالى باقصى من كل. طيب الاجنده بتاعتنا كانت ايه؟ الواي تو سكسس. تاني حاجه 10 كي فاكتورز اوف البروجكت امبلمنتيشن بروفايل، اللي هو الفاكتورز العشر عشان ايه؟ عشان انفذ المشروع بتاعي. وبعدين اشتغلنا على الفاكتورز افكتنج البروجكت سكسس اند فيلير. كان في 50 فاكتور تقريبا اللي طلعناهم، اللي هم يعملوا ايه؟ اللي هم بيأثروا على البروجكت ستارت سكسس او فيلير، يعني 50 نقطه اتكلمنا عليهم، واخدوا مننا برضو ايه كلام كتير يعني، بس كلام هام يعني الحقيقه، يعني الحقيقه بسيط وهام وعملي، يعني زي ما اتفقنا ان احنا يعني ايه كمدير مشروع لازم يبقى في ايدك اليمين العلم، وفي ايدك الشمال الايه ايدك اليسار يعني الخبره في المقال، يعني لازم العلم يبقى موجود، والتقدم العلمي والتحسين المستمر لقدراتنا على طول ما يقفش، محدش يعتقد ان هو وصل للنهايه ابدا، يعني اللي بيعتقد ان هو وصل للنهايه في العلم تعرف ان هو ايه وصل للنهايه في كل حاجه يعني. المهم السكسس اند فيلر كريتيريا، يعني ايه الكريتيريا بتاعت يعني ازاي اقول على حاجه انه ناجح او مش ناجح، هنتكلم عليها الكريتيريا نفسها في مراحل مختلفه. وبعدين يعني احنا فاهمين الكلام ده كله اللي هو الايه الكواليتي والكوست والتايم والكاستم ساتسفاكشن، هم يعني بريفلي اربع حاجات يعني اللي هو الايه التايم والكوست والايه والكواليتي والايه والكاستم ساتسفاكشن. فدول هنتكلم عليهم بقى بالايه بالديتيلز النهارده يعني بالتفصيل. يبقى هاو تو جيت سكسسفول بروجكت هنتكلم عليها، وبعدين في الاخر ايه كوزز اوف بروجكت فيلير دي ايه واحده في الاخر يعني. طيب هنمر على دول بسرعة مش هنتكلم عليهم.
الويز تو سكسس. فور اكزامبل عايز طبعا نراجع هذا الكلام، ندخل عندنا المهندس محمود هيعملها لكم اللي هي اللينك بتاعنا على اليوتيوب، تدخل هو بمجزء المحاضرات الحقيقه ومنزلها بشكل رائع وجميل، تدخلوا عليها اي وقت وتستمتعوا بكل الحاجات اللي فاتت. افكتنج بروسس ان فيلير اللي هم الايه؟ ال 50 عنصر اللي احنا اتكلمنا عليهم. ادي كل العناصر اللي ايه؟ اللي هي التوتاليتي بتاعتها ايه؟ هتسبب لي يا المشروع ينجح يا ما المشروع ايه ما يعني ما ينجحش، او درجه نجاحه قد ايه. النهارده بقى هنكمل في ايه بقى؟ سكسس اند فيلير كرايتيريا. سيئة فرق كتيرة اللي هي محددات النجاح او الايه او عدم النجاح. يعني كلمة فشل دي اصلا ايه ما بحبهاش، يعني في عدم نجاح يعني. هنا في 7 phases in what to be continuous process. هنا بنتكلم على ايه؟ continuous process، مش بنتكلم على life cycle. خلي بالنا احنا كنا بنتكلم على project life cycle. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول اللي هو pre-feasibility، هي المرحله البري فيزيبيليتي، الاول 7 فيزز افتكر برضه نرجعوا مع بعض يا رب تكونوا فاكرين معانا. بري فيزيبيليتي لان دي مهمه جدا، يعني زي ما نقول الانسان دوره حياته ايه؟ الحمل، الطفوله، يبقى صبي، يبقى شاب، يبقى رجل ناضج، بعدين ينزل بقى يبقى ايه؟ كاهل لغايه ما يوصل يبقى كاهل لغايه ما ايه؟ ما ينتهي من الحياه يعني. يعني ايه دي اللايف تايم؟ فدي مش اللايف تايم، دي 7 فيزز للكونتينوس بروسس، للبروسس اللي هو بروسس اللي هو العمليات المستمره يعني. اول حاجه بتبقى البلاننج. البلاننج اللي هو التخطيط، يعني عشان اعمل اي حاجه اول لازم اخططها. ما بتكلمش بقى على الفيزيبيليتي بقى وفي فيزيبيليتي، لا عم بتكلم على بلاننج دلوقتي. بعد البلاننج بيجي ديزاين. هو المفروض البلاننج ده بيمشي على طول مع كل انا بلان، بيبقى في مونيتورنج وفي هذا الى اخره. فبنتكلم ايه؟ بلاننج شامل الكلام ده كله، وبعدين شامل بعدين الديزاين اللي هو التصميمات، وبعدين البروكيورمنت اللي هو ايه؟ التعاقدات. البروكيورمنت اللي هو يعني ده له معاني كتير، لكن في بتكلم على الفيزز لما هو المرحله بتاعت ايه؟ بتاعت توقيع العقود، احضار الناس اللي هتشتغل والتعاقدات واوامر التشغيل والكلام ده كله في مرحله البروكيورمنت اللي هي ايه؟ ما قبل الكونستراكشن على طول. الكونستراكشن بقى اللي احنا دايما بنشوفه هو ده اللي يعني ايه؟ دايما احنا كلنا بنبقى فاكرين ان الكونستراكشن ده هو المشروع. لا، الكونستراكشن مش هو المشروع، الكونستراكشن ده هو المرحله من المشروع اللي بتحول كل الدراسات وكل التصاميم وكل اللي ما قبله الى حاجه كونكريت توصلك بقى للفاينل برودكت. يعني اللي بيطلع من الكونستراكشن ده الفاينل برودكت بقى اللي بيتعمل له في البروجكت ده شكل بيتعمل له ايه بعد الكونستراكشن. في الكوميشن هاندنج اوفر هو المشروعات، وبعد كده في ايه؟ الفاينل هاندنج اوفر اند ايه اند بوست اوفاليشن اللي هو ورا المرحلتين اللي هناك دول. فدي احنا دخلنا برضه في الكونستراكشن هنا على اساس دول ايه نهايه مرحله الكونستراكشن. بنعمل ايه بقى في السكسس في ال 7 فيزز؟ الكونستراكشن ده بيدخل بقى على الاوبريشن. وانا بخلص مشروع مش عشان اقول انا خلصت، لا، هيبسلمه فين؟ انت بنيت فندق هتسلمه لاداره الفندق. بنيت مستشفى هتسلمه لاداره المستشفى. بنتعمل صاروخ للفضاء تسلمه للناس اللي هتطيره. ابنك مشروع وربيته هتسلمه لمراته وهكذا. ده الاوبريشن بقى، يعني ابنك لما يجي يتجوز يبقى ده الاوبريشن. بعد الاوبريشن بقى في مينتنس، في صيانه. بتعمل مصنع طبعا، بتسلم طبعا للناس اللي بتشغل المصنع. يعني اي مشروع في الاخر بيوصل لايه؟ لفاسيلتي اللي هي يعني بصرف النظر تبقى هي ايه بقى؟ اللي هو فاسيلتي ماجمنت، وده حاجه لوحدها اذا ربنا ادانا يعني عمر ووقت ان شاء الله برضه يا رب نفتكر ان احنا نعمل حاجه على فاسيلتي ماجمنت اللي هي مهمه جدا بالنسبه ل... عشان نفرق ما بينها وما بين البروجكت ماجمنت والبورتفوليو ماجمنت والبروجرام ماجمنت. لان لها خصوصيات برضه فاسيلتي ماجمنت. وبعدين الاوبريشن، فقلنا بقى الاوبريشن. بقى الاوبريشن ده بقى ده ما قصه ثانيه جميله جدا. لو انت مثلا في شركه بقى او حتى انتاجيه او مستشفى بتدي خدمات او اي حاجه يعني
هتبقى اوبريشن بقى، يبقى اوبريشن يبقى يعني ايه، بتشتغل تشتغل بقى. طيب بعد كده مينتنس، طول ما في اوبريشن لازم في مينتنس، في صيانه. الصيانه برضو ده مش عارف بقى يعني، كل نقطه عايزه لوحدها برزنتيشن. وانا بوعدكم يعني، طول ما يعني فينا عمر وفينا صحه وفينا بنفتكر اي نقطه من النقط اللي بقول عليها دي دلوقتي ان شاء الله، يعني اذا كنتش يعني لازم احضرها واجهزها لكم، لان دي يعني احنا يعني ايه بن ايه عايزين نوصل بشكل عام فلسفه وفقه الاداره، الاداره عموما، لان دي هو ده الفارق النهارده ما بين اي دوله والتانيه. خلي بالك يعني، انا اذكر كان في واحد مذيع هنا عندنا في مصر بيتكلم مع رئيس دوله من الدول الصغيره في الخليج، يعني دول صغيره يعني اصغر الدول في الخليج، فقعد بيقول له بتاع، وهل احنا لو عندنا فلوس كتير زيكم هل هنبقى زيكم كده وهنبقى منظمين وهنبقى وهنبقى وهنبقى. صراحه انا كنت زعلان قوي بيقول له كده، بس الحقيقه اتبسطت لما الراجل رئيس الدوله، مش عايز اقول انهي دوله ولا انهي رئيس عشان بس يعني ايه من ايه، دوله صغيره خالص خالص يعني، كلها يعني قد محافظه مثلا في مصر، قد محافظه صغيره في مصر يعني ممكن اصغر كمان. فقال له الموضوع مش فلوس ولا امكانيات، فاهم، كل الموضوع كله اداره. فدي اللي اصلا احنا على وجه العموم، انا مش بتكلم عن حد، احنا عندنا طبعا في التوب مانجمنت عندنا قمم 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 في الاداره، في الجامعات وفي في الوزارات وفي على مستوى الكبير يعني. انا بتكلم على المستوى العام بقى، يعني هو يعني انك تخلي المستوى العام اللي في الدنيا بما فيها تخطيط لحياته نفسها، يعني اي حد بيبص لحياته من بدري ويبص لها وعمل خطه معينه. يبقى انت مثلا انت وانت صغير كده بتبقى معجب، عايز تبقى طبيب، عايز تبقى مهندس، عايز تبقى محاسب، عايز تبقى مقاول، عايز تبقى يعني مستثمر. يعني كل واحد من صغره من طفولته بيبقى باين عليه حاجه معينه عايز يعملها. فكل ما هيقدر ان هو يعني هو يفهم نفسه واهله يفهموه ويتحط على تراك صح، هيبقى مشروع ناجح جدا يعني. قلنا المينتنس، اي اوبريشن بيسموها مينتنس. المينتنس دي فيها ايه؟ فيها يعني نوعين، واحد بريفنتيف وواحد كوركتيف. برضه من الموضوعات الجميله اذا في ان شاء الله وقت ان شاء الله نتكلم عليها. ريوز اوف ديسبوزل، ودي دي يعني دي نقطه هامه جدا، ودي من الحاجات اللي هي داخله بقى في السستينابيل، مش انا بحب احط السستينابيل هنا، داخله في الجرين بقى، في جرين بيلدينج، وداخله في في المودرن سيستمز الديسبوزال اللي عندي بستخدمها. يعني ما بتطلعش عندي هوالك بقى اشيل بقى واروح ادفن في الزباله ولا اطير في الجو ولا لا، لان انا اي ديسبوزال عندي بشغله تاني، لو ما شغلتوش تاني اعالجه بقى على حته على حاجه تانيه يعني. انما ما بقاش ديسبوزل، لان سبب البوليوشن اللي بيحصل في العالم كله الايه، الدوائر المفتوحه. يعني انا بصنع حاجه يطلع دخان او يطلع بخار او يطلع اتربه من الصناعه بتاعتي في اي نوع من انواع الصناعه، مش هسمي حاجه باسمها، سايق عربيه بيطلع من الشكمان حاجات بتفسد الجو، اللي هي الدائره المفتوحه. انما ربنا سبحانه وتعالى خالق الدائره، خالق الدوائر المقفوله. الانسان بياكل بيهضم بينزل اللي بيخرج من الانسان، بينزل الارض بيتحول الى سماد، من سماد بيعمل الزراعه بيستخدم في الزراعه، بيطلع له زرع ياكله وهكذا. يعني دي الدائره المقفوله اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون عليها. وطبعا كل ما يعني كل ما قدرنا يعني نصل اننا يعني نقفل الدوائر بتاعتنا بتاعت الانتاج، كل ما مش هنلاقي عندنا بوليوشن. وبرضه عشان كده يعني بعض الناس اللي هم زمان او شبابنا بقى، مش هقول لكم شبابنا امتى عشان ما تتخضوش يعني، كان لما في لفظ كده كانوا العلميين بيسموه بيطلقوا على الله سبحانه وتعالى جل وعلا، يعني ان هو ايه؟ المهندس الاعظم، لان هو الخالق الاعظم للكون. فيعني ايه معامله يعني هو خلق الله سبحانه وتعالى بس، انما انك تعمل حاجه جديده هو الخلق، لانك تعمل حاجه جديده، بس ربنا سبحانه وتعالى عمل كل حاجه من العدم، واحنا كبشر ناخد بقى اللي خلقه ربنا وبنعمل منه ايه؟ حاجات جديده، كل واحد فينا تبع ايه؟
يعني احنا ما بنخلقش حاجه، احنا بنستغل ما خلقه الله ان احنا نعمل منتجات جديده او نعمل اي حاجه جديده. هنا خلصنا الايه السيفن فيزز اللي بنسميها ايه كونتينوس بروسيس. طيب السكسس اند فيلير كرايتيريا اللي هي ايه يعني الكرايتيريا بقى بتاعت النجاح، كرايتيريا اللي هي مش المحدده، كرايتيريا اللي هي ايه الكرايتيريا اللي هي الحدود او المحددات كرايتيريا. طيب الكول بارتيز يعني مين الكول بارتيز اللي في اي بروجكت؟ الاونر. الاونر طبعا بيبقى معاه مين؟ بيبقى مع البي ام او. يعني الاونر ده يا اما هو عنده قدره ان هو بيدير، يا اما بيجيب ايه بروجكت مانجمنت اوفيس، او عند اللي هو يعني يا اما عنده هو شركته او مكان فيها ناس تدير وتحاول حاجه. وانا انا لايك ات فيري ماتش، يعني انا ما بحبش افصل ابدا البي ام او عن الـ عن الاونر او عن الـ او عن الـ 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 السيستم نفسه. يعني بحب دايما ان البي ام او يبقى بيلت ان جوه السيستم بتاع لاي اي شركه منتجه، سواء بقى في الكونستراكشن او في اي حته. خلاص يعني ده مش ضد شركات بي ام او، دي طبعا بي ام او ده موجود موجود شركات متخصصه، ودي من اقوى واجمل التخصصات، وانا اعتبر نفسي احلى الايه الناس اللي شغال في البي ام او. يعني بنكون شركات جميع انواع الشركات بنعملها، وبنكون كل انواع المشروعات وهكذا. فيعني انا مش ضد بي ام او، بالعكس بالعكس انا بشجعه جدا. يعني اللي مش اللي حاسس ان هو عايز يعمل كونتينوس امبروفمنت وعايز يدخل على ايه بي ام او بيجيب المتخصصين يعني. خلاص يعني اللي عندنا بقى الاول بارتيز اللي هي الستيك هولدر، مش كل الستيك هولدرز، البارتي اللي هي الدايره الصغيره بتاعت المشروع، الاونرز والديزاينرز والمصممين اللي بيصمموا المشروع بما فيها الكونسلتنتس اللي هم بيعملوا الفيزيبيلتي ستاديز والتكنيكال ستاديز والكلام ده والى اخره، والكونتراكتورز. الكونتراكتورز دي بتشمل برضه الكونتراكتورز اللي هم ايه المقاولين والسبلايرز، اي حد بايه بيورد او بيعمل حاجه للموقع او في البروسيس بتاع تحويل كل الافكار اللي هي السابقه على الكونستراكشن الى ايه؟ الى 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 حاجه كونكريت، الى منتج نهائي يعني. طيب have their own project objectives and criteria for measuring success. يعني كل واحد عنده ايه؟ his own project objectives، كل واحد عنده اهداف. في اهداف شخصيه هو لوحده، دي هنتكلم عليها في التفاصيل. انما في كومن كريتيريا بقى ليهم كلهم. الكومن كريتيريا لهم كلهم ايه مع بعض؟ كلهم عايزين البروجكت يخلص فين؟ اون تايم. يعني مصلحه كل الاطراف ان يخلص اون تايم. ده الاطراف اللي هم اللي هم اصحاء يعني. يعني مفيش حد بيقول عنده مرض نفسي ولا حاجه، ولا مثلا بيقف قصاد حد ولا بتاع. انما دايما بنعتبر، ودي يعني دي تجارب الدنيا يعني، دايما الاونر والبي ام او والكونسلتنتس والكونتراكتورز والسبلايرز، ده كل دول تيم بيديروا مدير المشروع الايه اللي اتحدد من فوق، يا اما من البي ام او او من يعني ايه من فوق يعني. فيعني ايه فدي المجموعه البارتيز كلها دول عايزين المشروع يخلص ايه؟ اون تايم. يعني احنا قلنا المشروع ده هنخلصه في سنتين، نفرح قوي لو خلصناه في 23 شهر، 22 شهر، 20 شهر، انما نزعل قوي لو بقوا ايه؟ 25 شهر. يبقى ايه؟ بينج اون تايم. خلاص؟ طيب النقطة الثانية بينج اون بادجت. احنا محددين الأول خالص ان المشروع ده هيكلفنا مثلا 100 مليون. لو كلفني نفس الكواليتي نفس كل حاجة والبادجت بتاعه ما بقاش 100 بقى 95، احنا كويس، احنا مبسوطين، عندنا 5%. عملنا مثلا في السكه نوع من الدراسات اللي هي يعني وعرفنا نقلل الكوست بتاعه او يعني نقل عن البادجت اللي موجود، يبقى ممتاز. خلاص being on required quality، الكواليتي دي اتفاقيه، احنا متفقين من الاول ان الكواليتي هتبقى كذا 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 كذا، كواليتي وكواليتي بالديتيلز يعني ان والكواليتي ما دي ما تعنيش المنتج بس، يعني المنتج والسيستم وكل حاجه في الكواليتي. عشان كده الكواليتي ما بقاش ايزو بس، بقى ايزو بقى كواليتي مانجمنت، بقى سيكس سيجما، بقى سيكس سيجما دلوقتي.
نمرة أربعة ساتيسفاينج البروجكت جولز، إن أنا حققت إيه أهداف المشروع. أهداف المشروع دي بتبقى إيه؟ يعني بيتقال عليها دلوقتي الإيه؟ الكاستمر ساتيسفاكشن. لأن هو للأسف بس دلوقتي الكاستمر ساتيسفاكشن دي أنا رأيي إن هي بقت مش صعبة، لأن حتى السيستمز الجديدة اللي هي بقى بالأجايل بقى والكلام ده كله، هو الناس إحنا كناس في الجامعة كنا بنطبق الحاجات دي من غير ما إحنا من غير ما يعني الناس عايزه تنجح مشروعاتها من زمان. احنا شغالين من ايام الفراعنه والايام الشهور الصين العظيم والكلام ده كله بالايه؟ بالتراديشنال مانجمنت. ف يعني مش يعني المشروعات مش فاشله ولا حاجه، هو بس يعني ايه ال 20 سنه الاخرانيين سموا بقى تراديشنال مانجمنت باسم انا ما بحبوش اللي هو الووتر فول، وبعدين دخلوا بقى الاجايل والكلام ده كله. ولكن يعني مش عايز اقول انا رايي الشخصي، بس هو ما حدش في الدنيا يقدر يدخل على الليتست سيستم في البروجكت مانجمنت من غير ما يبقى قوي جدا في التراديشنال. يعني ما حدش هيقدر يدخل مثلا في اللين بروجكت مانجمنت من غير ما يكون عارف البروجكت مانجمنت اصلا ايه، عشان اللين بتاعه يعرفه. ما حدش هيدخل في اللين سيكس سيجما الا ما عارف سيكس سيجما اخبارها ايه، كواليتي مانجمنت اخباره ايه. احنا اتكلمنا على الكلام ده في الكواليتي في اول مارس وهكذا، او في الكواليتي نفسها. فاتسفاين بروجكت جولز، فدي بتقول ايه احنا عايزينها ايه، دي الكومن كريتيريا اللي الاون بارتيز متفقين عليها. هنتكلم في اللي جاي هنلاقي ايه، هنتكلم بقى على بينج اون تايم اللي هي اول حاجه اتكلمنا عليها. هو الموضوع مش الا صعب ولا كبير ولا حاجه خالص، بس احنا يعني ايه بنحاول ان احنا نقرب كل حاجه للاذهان ونقربها. يعني انا طبعا يعني مش حابب ان انا اغلب غالبيه تشبيهاتي او غالبيه يعني مرجعيتي بتكلم فيها على كونستراكشن برودكتس، لا احنا ممكن نعمل في اي برودكتس، مش عارف ما بروجكت مانجر كونستراكشن بس، لا يعني اللي يبقى انترناشونال بروجكت مانجر ما يقولش انا بتاع كونستراكشن وبس، لا كونستراكشن دي احد الحاجات اللي ممكن يديرها اي مشروع يديره. عشان كده دلوقتي لو نلاحظ ان احنا 20 سنه اللي فاتوا غالبيه اللي بيدرسوا بروجكت مانجمنت اللي هم الاي تي وده انا تنبأت بيه في سنه 2000، لان حسيت ان اللي مش هيبقى عنده فيري سترونج اي تي مع زي ما قلنا الفور ريسورسز اللي هي الايه؟ مان باور ماشينري ماتيريال وماني، اللي ما عندوش سترونج اي تي مشروعه مش هينجح. فبتقول اي تي دلوقتي ما شاء الله اساتذه كبار، وانا حضرت معاهم يعني انا حضرت البرنس 2 مع استاذنا كبير من السعوديه استاذ يعني دكتور جميل وصديق لغايه دلوقتي يعني نعمل معاهم اخبارات واخره، وحضرت برضه البي ام بي على ان انا اصلا اي بي ام سيرتيفايد، يعني مش موضوعنا يعني. انا بقول لكم يعني ايه، ان غالبيه دلوقتي اللي بيدرسوا بروجكت مانجمنت بيبقوا اصلا الباك جراوند بتاعهم اي تي باي تي. فانت لما بتدرس بروجكت مانجمنت انت اي بروجكت زي ما اتفقنا البروجكت ده عباره عن ايه، فكره وطلعت في دماغي وعايز احققها بصرف النظر بقى في اي اتجاه بقى، عايز اطلع صندوق الفضاء، عايز اعمل مثلا شركه خدمات لحاجه معينه، حابب موضوع معين عايز اعمله، عايز اعمل فرح ابني. يعني البروجكت نفسه فكره وحققها ازاي بنجاح بقى؟ زي ما قلنا الفور فانكشنز اللي موجودين والفور ريسورسز اللي موجود. طيب every party has a reason to be on time. كل واحد من الاربعه اللي فاتوا دول اللي هو لا نظريا شكلهم كانوا ثلاثه، اللي هو الاونر، طبعا الاونر مع التي ام او ديزاينرز قلنا معاهم كل يعني الاطراف دول كلهم بيبقوا ايه عندهم ايه، عنده اسبابه عشان يبقى اون تايم. ثري ميجر تايبس يعني كلاسيفاي اوفر ران اور ديلي اور لايبيليتي اور كلايبيليتي. يعني عندنا ايه ثلاث انواع بتتسبب الايه يعني التايم ما يبقاش في اوفر ران، يعني في يعني يطول شويه. يعني في كومبنسبل ديلي يعني تاخير
لازم يتم التعويض عليه في اكسكيوزابل ديليز، يعني في حاجات لها عذر، يعني في واحد لازم يتعوض عليه اللي هو المنافس بقى اللي هو المقاول في حالتنا. الثاني الاكسكيوزابل ديلي بيبقى فيه نوع من الاعتذار او نوع من يعني خلاص. وفي النون اكسكيوزابل ديلي في حاجات ملهاش عذر هنتكلم عليها نشوف. الكومبنسابل ديليز بقى عباره عن ايه؟ When its cause is within the control of or is due to negligence of the owner. يعني مالك المشروع اللي هو الاصل اللي هو صاحب المشروع اللي هو هيستلمه اللي هو دافع فلوس هيستلمه تسبب في حاجه تسببت للتاخير ده، وقفوا المشروع، انا عندي افكار ثانيه، عندي اي حاجه ثانيه. لازم يعوض المقاول، يعني المقاول عنده زي ما قلنا دايركت كوست وإندايركت كوست، فيعني لازم يتعوض وتتحسب التعويض ده. لو قال مثلا وقف المشروع عشان كذا كذا كذا، انا عندي مثلا فكره معينه عايز اغير حاجه معينه اعمل حاجه معينه، ده لازم ايه؟ يبقى له كومبنسابل ديلي اللي هو اي تاخير. طبعا المشروع هيتاخر في الاخر نتيجه الايه؟ ان اي حاجه عايزها المالك، اقف شويه، لا اعدله دي، لا نصمم دي، لا خلينا نتاكد من دي، فكل دي حاجات هامه جدا لازم تتحط انتو ايه؟ انتو كونسيدريشن. عشان كده زي ما قلنا دايما الدوكيومنتيشن بتاع اي مشروع لازم يبقى واضح، ودي ميزه بقى الشغل بتاع الايه؟ البيلدينج انفورميشن موديلنج والمودرن ساينسز. وهنتكلم على فكره على الدوكيومنت مانجمنت، وقبل حتى الكلام ده كله وبدا ده داخل بقى في البيم، في يعني الحقيقه البيم ده بقى يعني ايه؟ شغل عبقري عبقري، يعني مش عارف مش هو فكره لغايه ما لغايه ما يبقى فاسيلتي لغايه يعني الحقيقه يعني. طيب فدي الكومبنسبل ديليز، يعني اي حاجه بتيجي بسبب مالك المشروع قال اقفوا، قال احنا عايزين حاجه اغلى، قال مثلا الواجهات، قال على المباني بقى اللي قريبه الواجهات مش عايزه بياض، انا عايزها بقى رخام، يعني اي طلب يعني ايه؟ يعني اي تشينج او اي اضافه او اي حاجه على ايه؟ على ما اتفق عليه، ما تم اتفاق عليه في العقد. طب اكسكيوزابل ديليز في حاجات بتبقى يعني ايه؟ ممكن يتم الاعتذار عنها، يعني ولا لا يدفع ولا لا يدفع، يعني when the contractor is delayed by occurrences which are not attributable to either the contractor or the owner. يعني احنا لما اتفقنا على المشروع في حاجات بتحصل مش ممكن حد يتخيل، مش ممكن يعني طبعا في حاجات احنا بنسميها الفورس ماجور، دي اقصى قمه حاجات في يعني في حاجات ممكن تعمل تايم ديلي باي اسباب ثانيه، مظاهرات، اي تاخير يحصل ما كانش متوقع ولا كان حد يقدر يفكر فيه ولا يتوقعه قبل ايه؟ تنفيذ العقد او قبل تنفيذ المشروع. وبرضه انا مش بتكلم على مشروع الاسكان بس، يعني في مشاريع فضاء، مشاريع فضاء وقفت بالسنين، يعني جم في السكه وقالوا لا ده احنا ايه السيستم بتاعنا دي كذا كذا، لا ده احنا الاستراتيجي بتاعتنا اتغير عشان كذا كذا كذا، اتغير رئيس الجمهوريه مثلا، مش بتكلم على مصر، بتكلم على مصر فضاء، وتعطلنا عشان مثلا الرئيس الجديد البوليسي بتاعته لا مش محتاجه ناحيه الفضاء، فيبقى ايه الناس اللي بتنفذ بقى صاروخ الفضاء ده يعني بيتعطلوا بيقفوا، فده ايه؟ اكسكيوزابل ديلي، يعني خلاص يبقى احنا في حاجه بتتاخر، يبقى احنا ايه؟ بنشيل كل واحد الايه؟ الشير بتاعه وبنتصرف يعني. طيب three major elements can represent the excusable delays. ثلاث انواع من العناصر اللي بتمثل ايه؟ الاكسكيوزابل ديلي. unforeseen events اللي بنتكلم عليها دلوقتي، يعني حاجه مش متوقعه. يعني احنا مثلا اقرب حاجه بالنسبه لنا احنا مثلا مثلا كمهندسين في المواقع مثلا هذا unforeseen events. انت مثلا بتشتغل مثلا في مكان ومعمول الدسات وتعمل بكل حاجه، وفجاه في حته معينه في المشروع بتاعك لقيت في تحت يعني قطع صخريه كبيره مثلا مش عارف تشتغل عليها، او لقيت مثلا فويدز كبيره قوي يعني عايزه تتملى لها خرسانات، يعني حاجه مش ممكن حد يتوقعها
وبتبقى الحاجات دي غالبا في ايه؟ في الاماكن اللي هي مثلا باديه جديد، يعني مثلا شرم الشيخ اول ما بدات فيها حاجات من هذا القبيل. اي حته مثلا بتبقى في اول الشغل فيها بيبقى طبعا الشغل من الكنس ده بحر علوم، مش علم واحد، بحر علوم. ففي ايفنتس كتيره جدا ممكن تحصل فيه مش ما تقدرش تتوقعها. الانفورسين ايفنتس دي سواء هي حاجه على الطبيعه او سواء من وقعت في خلال الشغل، اي حاجه تحصل. يعني تلاقي مثلا في منطقه مثلا فيها مشاكل ما بين مثلا الارض مثلا مع حد واضح حاطط ايده عليها، انا مش عارف، انا ما اعرفش قبل ما اخد الشغل ولا يعني في حاجات اللي هي مش ممكن ايه ايفنتس، احداث غير متوقعه بالمره، امطار غزيره عمرها ما حصلت، يعني مش موجوده مثلا في الخريطه الجويه بتاعت مثلا المكان. ايفنتس بيوند ذا كونتراكتورز كنترول، احداث فوق الكنترول بتاع ايه، فوق قدره المقاول على انه يتحكم، فوق الكنترول بتاعه. يعني انا هعمل لها ايه؟ يعني انا ببني مثلا جنب مثلا مسار قطر، عمل حادثه كبيره وقع وكسر وعمل، هو انا من الذنب يعني مش مثلا، ده انا بقول مثلا قريب يعني. اي حاجه بشتغل في مكان طياره وقع فيه، معلش يعني ايه دي الافكار اللي بتجيني دلوقتي وانا معاكم، يعني انه في حاجات كثيره جدا اللي هي فوق مستوى الكنترول بتاع المقاول، المقاول ما يقدرش يتحكم فيها. events without fault or negligence، يعني احداث من غير اخطاء او اهمال، من غير اخطاء او اهمال، يعني اي حدث ما فيهوش خطا او اهمال من المقاول اللي بينفذ او السبلاير. السبلاير برضو احد انواع المقاولين، اي سبلاير بلان احيانا كتير بتبقى ايه السبلايرز مثلا اللي زي لونج ليد ايتمز ده كله، مثلا اجهزه التكييف، اجهزه مثلا توليد كهرباء، في غالبيتها بتبقى الحاجات دي اللي هي الالات والاجهزه اللي هي متعلقه بالكلام ده كله. وفي يعني الدول العربيه احنا كنا بنستورد الزلط والرمل، يعني هي برضه ممكن تبقى حاجه هنعمل ايه؟ يعني احنا استوردنا زلط ورم وجا في السكه مثلا قرصنا ولا بتاع، وقفوا عند باب المندب بس، او يعني مفترض يعني حاجات يعني اللي هي الاكسكيوزابل اللي زي ما قلنا ثلاث اليمنتس تبقى اكسكيوزابل، الانفورسين ايفنتس اللي هي ما شفناش او ما نقدرش نشوفها الايفنتس الاحداث، وايفنتس بيوند كونتاكتس كنترول يعني فوق الكنترول بتاع المقاول او السبلاير يعني. وبعدين الثالثه الايفنتس وذاوت فولت او نيجليجنس، يعني المقاول لا 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 اهمل ولا ايه ولا عمل خطا. طيب النون اكسكيوزابل ديليز هي دي بقى اللي ايه اللي تم ايه اداره المشروع ليه؟ اللي بتبقى فيها نقط كثيره قوي، يعني ممكن الكونتراكتورز اكشن اند اور ان اكشن have caused the delay. يعني انا كمقاول معلش انا بقول مقاول عشان احنا يعني غالبا فكرنا في الكونستراكشن انها بتتعمل في اي حاجه، لو مشروع اي تي هيبقى في نفس القصه، لو مشروع اي حاجه لازم في نفس الموضوع. ان كونتراكتس اكشن اور ان اكشن، يعني يا اما يا اما الاكشن بتاعه او الان اكشن او انه ما عملش have caused the delay. يعني الخبره جت عند المقاول ما عرفش ان هو يحقق المشروع في الوقت بتاعه وهو اللي سبب التاخر. بايه بقى؟ يا اما عمل حاجه زودت الوقت او ما عملش حاجه زودت الوقت. ده الاكشن والان اكشن. يعني انا عملت قصه او موضوع او اي حاجه خلى الوقت زاد، او في حاجه المفروض اعملها ما عملتهاش زودت ايه؟ الوقت بتاع المشروع. احنا كنا لغايه دلوقتي على ايه؟ being on time. ماشي؟ The contractor is not entitled neither damages nor time extensions from the owner. يعني المقاول مش معذور
عن لأي أسباب، لأي خسائر أو انهيار أو بوظان في المشروع، أو وقت لحاجات from the owner، يعني ملوش حق إن هو ياخد أي extension of time. هو أصلاً هو السبب في إيه، في الحاجة اللي حصلت. تمام. فدي ايه النون اكسبل ديليز، دي دول الثلاث انواع من ايه، من ديليز. كومبنسبل ديليز اللي هو لازم ياخد عليها فلوس المقاول، لازم ياخد عليها، او اكسبل ديليز او النون اكسبل ديليز اللي هي المقاول بيعاقب عليها، او مش بيعاقب، يعني التكلفه بتاعت التايم اكستنشن بيبقى على حساب مين؟ على حساب المقاول، بيبقى ايه الجزء عليه. يعني ممكن لو هو المقاول شد حيله وخلص اون تايم، يعني لو في حاجه تسببت بسبب غلطه، لازم طبعا عنده كوست اوف ايه، اوف باد كواليتي. لازم لو لحق نفسه مخلص يبقى هو ايه، هيعفي نفسه من ايه، من التاخير، ومن عمليه برضه ايه، غرامات التاخير والى اخره. طيب بينج اون بادجت، بينج اون بادجت ده هو دي اطول نقطه، يعني عامله زي الايه، زي ال 50 عنصر اللي فاتوا اللي احنا اتكلمنا عليهم. فاحنا قدرنا نحصر 59 كوز اوف تايم اند كوست اوفر ران ستيتد بيفور. يعني دي برضه هنلاقي فيها ايه؟ لان دايما نخلي بالنا التايم مرتبط بالكوست، والكواليتي مرتبطه بالكوست. يعني مفيش حاجه ملهاش ثمن. يعني الكواليتي في كوست اوف باد كواليتي، لو عملت كواليتي وعملت حاجه غلط، الحاجه اللي اتعملت غلط دي بتاثر على الكواليتي. برضه الكوست اوفر ران، لو التايم زاد يبقى ايه، الكوست بيزيد. يعني انا لو افترضنا ان الدايركت كوست اللي هو بتاع الماتيريال اللي هو المان باور والماشينري والمان باور والمان باور ثابتين مش هتغيره، لكن الكوست اوف باد كواليتي بقى، لو انا بنيت حاجه وعملت حاجه واتقال لي كسرها، شيلها، ارميها، اعملها تاني، فدي طبعا دي اللي هي ايه، هتبقى هتطلعني بره البادجت. طيب هناخدهم بقى واحده واحده كده، اللي احنا قدرنا نطلعهم، واللي يقدر يطلع اكتر منهم ويلكم، وبرحب بيه جدا، ويبعت لي النقط اللي يقدر اللي يلاقيها، ولو عليا ان لو حضر معانا محاضره جايه بعد كده هيلاقي اللي هو بيقول عليه. انا حاطه انا لغايه دلوقتي دي تقريبا، يعني انا بطلبها منكم جميعا، وانا ما حصلتش معايا قبل كده يعني، بس اوريدي يعني ويلكم، يعني احنا مستعدين في يعني مفيش حاجه في الدنيا تخلي تستتر. فانا لو اي حد لقى يعني مور كوزز يبعتها وتبقى انكوربوريتد، ومع الشكر له. يعني شورتج اوف كونستراكشن ماتيريال، اول حاجه اللي هو الكونستراكشن ماتيريال في شورتج فيها. يعني انا بشتغل مثلا باسمنت وطوب بكل انواع الماتيريال بتاعت الكونستراكشن، بخشب، بحديد، باي حاجه. لو في شورتج في الكونستراكشن ماتيريال اللي هو اول حاجه، ان انا في نقص في الادوات او المواد بتاعه الكونستراكشن. ماتيريال تشينج ان تايبس سبيسيفيكيشن دوري كونستراكشن، التغييرات اللي بتحصل في نوع ومواصفات اثناء التنفيذ، اثناء الكونستراكشن. سلو ديليفري اوف ماتيريالز، بتاع ماتيريالز دلوقتي الماتيريال، انا متوقع وانا عامل الخطط بتاعتي ان انا بعمل لها بيحصل ديليفري في الموقع في ساعتين، في يومين مثلا، في ثلاث ايام، او في اسبوع، وايه وانا بقى مش متابع ولا يعني السيستمز اللي عندي ما بتتابعش كويس كمقاول، فالدليفري كان ايه؟ كان بطيء، وانا ما حكمتوش صح. دامج اوف ماتيريالز ان ستورج، انا جبت ماتيريال بتاع في الستورج، جبت مثلا حاجات بويات او كيماويات او اي حاجه لها مده صلاحيه باظت، او جايب اسمنت مثلا وسبته كده للشتاء وللجو وللرطوبه ان هي تبوظه. دي دارك ماتيريالز ان ستورج. ديلي اوف ذا سبيشال مانيفاكتشر اوف كونستراكشن ماتيريالز اوف ذا كونتري، تاخير الصناعات الخاصه بالكونستراكشن ماتيريالز على البلد عموما. يعني ممكن يجي في فترات مثلا مصانع الحديد والصلب عندها مثلا مشكله بتستورد مثلا الرو ماتيريال وما فيش، او حصل شورتج فيها او اي حاجه خالص، فالصناعات بتاعت الماتيريال دي
يعني نامت شويه، مصانع ازاز مثلا لاي سبب من الاسباب، يعني اي صناعه في الكونستراكشن ماتيريال اند كونتري. خلاص طيب نمرة 6 شورتج اوف ليبر، ساعات بيبقى في مشكله في العماله، دي كانت بتبان قوي في مثلا في الفتره اللي هي مثلا 2004 2005 ل 2000 اللي الناس بتشتغل في الخليج لغايه 2009 2010 تقريبا، شورتج اوف ليبر، يعني كان العماله كانت يعني ايه اقل كتير من المطلوب. حاليا طبعا في المنطقه دلوقتي بقت الليبر اكتر بكتير من اي حاجه، لكن شورتج اوف ليبر كان في الخليج. انا ما اعرفش دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي، انما احنا كنا لما بنشتغل في الخليج مثلا برضه من 2004 لغايه يعني نيجي 2000 وشويه، بس حصلت الكرايسيس بتاعت 2008 2009 يعني باظت الدنيا شويه، لكن كان في الخليج انت احد السبجكت اللي هي تميز مقاول عن مقاول عدد العماله اللي على كفالته. يعني مثلا في شركه فيها 4000 عامل، وفيها شركه 5000 عامل، في شركات كبيره فيها مثلا بال 20000 وال30000 و40000. في الخليج وفي السعوديه كان الكلام ده، ما اعرفش دلوقتي في ايه، انا بقالي 3 4 سنين مش اقرا هناك يعني كده، لكن يعني الاخبار عندي ان الدنيا ما هياش مش يعني ان الكونستراكشن ما بقاش يعني ايه as before يعني. فالشورتج اوف ليبر دي نقطه مهمه جدا، وكان بيتم التغلب عليها وكان بيتصرف عليهم، خلي بالنا، لان يعني انا كنت باجي كان بيجي العامل من الفلبين من الهند من اليابان من سريلانكا من باكستان من اي حته، كان لازم تعمل لهم بقى عشاء وتعمل لهم معسكرات وتعمل لهم نقل، يعني كانت ايه كل شركه عندها يعني اكسبنسز على المحافظه على العماله، في المصاريف بتاعت السنويه بتاعت الاسمنس بتاعتها، لكن كان الشورتج اوف ليبر دي موضوعات مهمه جدا. ليبر سكيل يعني ما يكفيش ان هو يبقى شورتج بس، يعني هو مش عدد، في ليبر سكيل، يعني انا ابقى في شركه عندي مثلا 5000 عامل ما فيهمش مثلا نجارين مسلح كويسين او حدادين كويسين متخصصين او كهربائيه كويسين، لا السكيل نفسه مهم جدا. ناشوناليتي اوف ليبرز، جنسيه العماله، خلي بالنا لان كل ليبر له كاركترستكس، خلي بالنا يعني انت لما تيجي عندك مثلا، عشان كده يعني احنا يعني العمل الهندي غير الباكستاني غير الفلبيني غير المصري غير السوري غير الاردني غير يعني كل ناشوناليتي غير الكوري، والناشوناليتي لها ايه؟ لها كاركترستكس، فالناشوناليتي دي بتفرق في كذا حاجه، اولا الكاركترستكس بتاعه، في ناس بتبقى هاديه قوي، في ناس عصبيه قوي، في ناس يعني ايه بتطول بالها قوي، في ناس يعني بتبقى كيرلس، في ناس بتقضي وقت، كاركترستيك عامه. وكل واحد يعني فلبيني يعني كل واحد فيه عنده البوزيتيف والنيجاتيف عنده، فدي لازم تبقى مهمه جدا يعني. نقطه ثانيه كمان هنا الحقيقه، ودي دي برضه نتيجه خبره، ان يبقى كويس قوي ان انا الليبر بتوعي مش ليبرز عموما، كل الاطقم اللي معايا يبقى بجنسيات مختلفه، عشان كده بقول لك ثينك انترناشونالي اند ايه ابلاي ايه لوكالي، يعني اما افكر انترناشونال، ده فكر بقى الايه الانترناشونال بروجكت مانجر، انا بفكر يعني انا بحب يبقى معايا عندي في مشروعي في الطقم نفسه مهندسين و و و و و الى اخره، مصريين وسوريين واردنيين وسوريين واوروبيين وامريكان، يعني كل انواع الناشوناليتيز. ليه؟ بس بشرط تكون انت عندك قدره بقى ان انت تقدر تتكلم عن الجمله خيرها، يبقى الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، عشان كده زي ما قلنا من الاول خالص ان هو نقطه اللانجوج از فيري امبورتنت، الانجليش has to be improved to your maximum to maximum possible يعني. فلان طبعا هي اللغه السايره يعني، وحتى تلاقي مثلا لما كنا مثلا برضه هناك في الـ دي كنت تلاقي مثلا واحد تميز جدا، تميز بايه؟ ان هو اتعلم اردو. ففي انا قابلني ناس كتير مصريين
يعني بيبقوا مثلا اما مهندسين او فنيين او مشرفين. اتعلم اردو، اردو ما هو عايش في الجو بتاع الاردو بقى. الاردو ده بيشتغل الهنود والمنطقه بتاعت ايه، الهند وما حولها يعني. الليبر ناشوناليتي اوف ليبرز، الاكويبمنت فيلير اللي هو ايه، اللي هو الانهيار، ما او فيلر مش انهيار يعني، اللي هو ايه الكسر اللي بشكل بتحصل في الاكويبمنت فيلير. عشان كده برضه نخلي بالنا ان في الكواليتي زي ما بقول دايما، الكواليتي دي ايه؟ It's an investment, it's not an expense for the project. فالاكويبمنت فيلير بتحصل عاده امتى؟ يعني المفروض ان اغلب الاجهزه ماكسيموم في كل 6 شهور في تجديد لايه؟ لشخص صاحب بتاعتها اكوردنج للايه؟ بتبقى الكواليتي بلان والسيفتي بلان والكلام ده الاخر. فمن ضمنها الاكويبمنت نفسها بتبقى ايه؟ لها صلاحيه. الشاكوش اللي بيشتغل بيه ده له صلاحيه، الهامر له صلاحيه، يعني بتكلم على الحاجات الصغيره. الونش بقى نفس الصلاحيه، الكلارك، اي حاجه، اي جهاز له صلاحيه، ولا لازم له شهاده ايه؟ شهاده او شهاده معيره او شهاده صلاحيه والى اخره، ماكسيموم كل 6 شهور. في حاجات اقل طبعا، في حاجات اكتر، لكن ده حاجه من الحاجات المهمه. الاكويبمنت شورتج، يعني ممكن انت في منطقه ما عندكش المعدات اللي هي الكافيه انت يعني، او المشروع ويحتاج حجم معدات اكتر بكتير من يعني كل يعني مثلا كل اسبوع عايز معده معينه مش هتشتريها، عايزها مره مثلا كم ساعه مثلا كل اسبوع ولا حاجه، يبقى معتمد على الايجار. فدي بتسبب ان انا ايه ما عنديش، او انا كشركه ما عنديش اكويبمنت كفايه. فالاكويبمنت شورتج ده احد النقاط اللي هي الايه اللي بتعمل تايم كوست اوفر. طيب انسكيلد اكويبمنت اوبريتور، الناس اللي بيشغلوا الاوبريتورز، الكلام ده كله على فكره زي ما قلنا ده حياه يعني. احنا بنحط دلوقتي كلنا شفنا الكلام ده، بس احنا حولنا بقى الكلام ده يعني. وعشان كده بقول ايه، اوعى حد يقول على على البروجكت مانجمنت ان هو اكاديميك، مش اسمها كده. هو على دماغنا اساتذتنا الجامعات اللي هم، بس هم اخذوا الكلام ده اللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنشتغله، وهم اصلا فيهم اساتذه كبار كانوا مهندسين وشافوا السايتس، اساتذتنا اللي هم في الجامعات يعني، ولهم كل الاحترام يعني بتعلم منهم وكل حاجه، لكن هم بياخدوا مننا ده وبيتحول لايه؟ ومش في مصر بس، في العالم كله من اول لاخره. البروجكت مانجمنت والكونستراكشن مانجمنت ده مش 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 قصه اكاديميك. هو الاكاديميك ما هو عباره عن ايه؟ انت بتاخد ما يحدث في الحياه او في الطبيعه، وبتاخده تعمل عليه دراسات علميه. الدراسات العلميه بتعمل ايه؟ امبروفمنت، وبترجع تاني للايه؟ للابلكيشن. وهو ده سبب نجاح الامم. خلي بالنا يعني الدوله اللي ما بتحترمش علمائها وما تحترمش المتعلمين اللي فيها مش هتنهض يعني. ما فيش حاجه النهارده اسمها دوله النهارده تنهض بدون علماء، علماء بتوعها يعني 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 مش هتنجح، مش هتنفع. وبالعكس ده بيتم استيرادهم. وزي ما احنا قلنا اليابان قامت بمين؟ بدامينج اللي هو امريكاني. الصين قامت بمين؟ قامت بمهندس عراقي، بس كان يعني القصد، انا مش يعني مش بتكلم ان احنا يعني يعني القصد يعني ايه؟ ان لازم يبقى فيه ايه؟ يعني خبرات، والخبرات الاداريه بتيجي من الابلكيشن، بتاخد من يعني العلم بياخد من التكنولوجيا وبيديها، ياخد التكنولوجيا ويديها. خلاص الاكويبمنت برودكتيفيتي، الفاينانسنج باي كونتراكتور during construction. الفاينانسنج اوف كونتراكتور during construction اللي هو التمويل بتاع المقاول اثناء فتره الكونستراكشن. برضه ما احنا بنتكلم على برضه احنا بنقول الكونستراكشن ده اقرب حاجه لنا اللي احنا بنشوفها، انما ده في اي حاجه. يعني انا واخد شغلانه دلوقتي لازم اكون دارس الكاش فلو بتاع كاش ان وكاش اوت. برضه هتبقى موضوع الموضوع ان شاء الله اللي احنا هنعملها ان شاء الله. وان شاء الله يعني انا عايزكم تاخدوا نقط وتبقوا تفكروني يا حضرات. يا تقولي بقى الموضوع الفلاني احنا عايزين نعرف، يا فلاني بقى كونتراكت كونستراكشن، لان الكونستراكشن بالذات
مش عموما في اي بيزنس انت عاده بتاخد داون بيمنت في الاول، بتتراوح ما بين بقى زي بالاتفاق يعني بيوصل بتوصل 20 بتوصل 30 لو انت في الكتروميكانيكال، والديب اكويبمنت ممكن تزيد عن كده بخطابات ضمان عشان ده بيبقى المطلوب كتير. فالفاينانسنج لازم يدرس كويس قوي من اول يوم حتى قبل ما تدخل وتوقع المشروع، لان انت الفارق ما بين الكاش ان والكاش اوت اكبر فارق ما بين الاثنين هو ده راس المال. ويعني يا ريت برضه نفكر بعض عشان برضه نبقى نعمل الاستادي دي ونوريها لكم ابليكابل على البروجكت يعني، عشان نعرف ان الايه يعني لازم يكون الفاينانسنج ماشي مظبوط، ما اجيش في حته اقف عشان ما عنديش فلوس خلاص. عشان كده برضه النقطه مهمه وده بنقولها برضه بنوضحها، ان قوه الكونتراكتور مش في راس المال اللي في ايده، لا قوه الكونتراكتور في السبلايرز بتوعه وفي السب كونتراكتورز، وطبعا في اي ايه اي مؤسسه ماليه بتساعده او بتشتغل معاه، دول الثلاث حاجات اللي هي مصدر قوه المقاول. لان هو لو عنده سب كونتراكتور اقوياء هيقدر يقعد له شهر اثنين ثلاثه يشتغل معاه بقوه شديده لغايه ما يخلص مثلا التخلصات بتاعته ويعملها، خصوصا في الاول لو ما فيش داون بيمنت، او لو داون بيمنت اللي جاي مش ما يكفيش الايه الكاش فلو او الكاش ان كاش اوت، اتس فيري امبورتنت ايشيو ويتم احتياجه. يعني في ناس كتير قوي مش معتقد الحكايه دي، تقول لك الله يا عم بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي طبعا وبالبركه وكل حاجه، لكن ان انا اكون ايه دارس واتوكل على الله، يعني لازم انا اعمل الجهد اقصى جهد واقصى علم واقصى امكانيات اوفرها، واخد الجهد اوفره واقول على الله. طيب فخلاص فالفاينانسنج بقى كونتراكت دي كونستراكشن دي احد اسباب الديلي، يعني ممكن في لحظه من اللحظات يقف علشان مش عارف يجيب مثلا ماتيريال او مش عارف يجيب عده او الى اخره. الديلي اوف كونتراكتورز بروجريس بيمنت باي ذا اونر، دي بقى نقطه مهمه ودي لازم اي مقاول ياخد باله منها. عشان كده لما قلنا وهنتكلم على الكلام ان شاء الله ما هنتكلم على الـ على الـ يعني نتكلم عليها هنا، ان انا لازم يعني في التعاقدات عاده هنا في مصر بصرف النظر بقى يعني يبقى انت قاري، عشان كده في كونتراكت مانجر دلوقتي. كونتراكت مانجر ده زي ما قلنا ما فيش خطاب يدخل للمشروع الا لما كونتراكت مانجر يشوفه ويراجعه، ما فيش خطاب يطلع بره المشروع الا لما كونتراكت مانجر يشوفه ويقراه ويعتمده ويوقع عليه انيشال قبل ما يدخل المشروع، لان كلمه واحده ممكن تغير المعاني كلها من اول لاخرها، او اجراء واحد يفرق كتير قوي. زي من اراضي ومن الاراضي بتاعت يعني اتفاقيات يعني حاجات قديمه يعني. طيب ديلي اوف كونتراكت بروجريس بيمنت باي ذا اونر، ان لما الاونر يتاخر في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البيمنت بتاعه ما اتكسفش او ما خجلش، لا يعني انا مثلا انا ليا مستخلص مقدمه وانا في الـ في الـ في الـ في الاوفر بتاعي في العقد بتاعي كاتبين ان احنا ان الـ 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 المستخلص هيتصرف في خلال شهر من ايه؟ من تقديمه مثلا. حصلت قدامنا كتير، المالك بذكائه الشديد بجمد فلوس في بنك مثلا ما بيدفعش الا لما يبينش فريق المقاول الاول، يا في ناس في اخطاء كده غريبه الشكل، ناس بتعتبر نفسها طرف والمقاول طرف، لا امسك الفلوس عشان انا بيبقى في تحت ايدي، يعني الكلام اللي هو سوري يعني انا بسميه كلام خايب يعني. ان انا لا لازم لا اعمل اللي عليك وساعده وزقه، لان دي ده جروب هو لو يعني جميع الاطراف اللي موجوده سواء سواء اونر سواء مالك او مقاول او استشاري والاطراف اللي نجح المشروع، فما فيش موقف بقى يقف ده وطرف ولا طرف، يعني ما فيش حد ضد الثاني، لا بالعكس احنا بنتعاون مع بعض. عشان كده الاداره عشان ما يتخلقش كونفليكتس ما بين الاطراف وبعضها والناس وبعضها، يبقى في مشكله ولا حاجه دي بتتحل اول بقى. زي ما قلنا قبل كده the best way to solve problems is the meetings either daily meetings في السايتس في الكونستراكشن او الويكلي meetings ما بين كل الاطراف، المالك والبروجكت مانجر والكلام ده مش غريب ولا مخترع ولا موجود في الكتب، هو موجود طبعا في كتب الاداره لكن ده واقع المشروع اللي بيبقى فيه ديلي ميتنج جواه مع البروجكت مانجر مع رجالته وويكلي ميتنج مع المالك ولازم من اول لاخرها،
صعب جدا 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 هو ما ينجحش، صعب جدا يعني احتمال ما ينجحش دي يعني بعيد، يعني واحد في المليون مثلا. كوين برودكتيف فاينانس يبقى كونتراكت ديورينج كونستراكشن، ففاينانس يبقى كونتراكت دي اللي كنا بنتكلم عليها. معلش انا اسف، انا ساعات يعني بقطع بره الموضوع شويه، بس ببقى عاوز يعني اطلع كل ايه ربنا يعني هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. الكونتراكت ديورينج كونستراكشن لا اخجل ان انا ابعت له واقول له والله انا انا قدمت المساقط بتاعي بتاريخ كذا، واحنا النهارده بتاريخ كذا، وايه وما تصرفليش للمستخلص، او المصروف للمستخلص انا بعت قدمت المستخلص بتاريخ كذا وقدمته وبكلمه بقى الاول. طبعا الناس بتحب تتكلم ايه فيربالي وتتناقش وتعمل، وزود ال ده عن شهر الا شهرين، ابعت له خطاب بقى اقول له ايه حضرتك بمنتهى الادب ومنتهى الاحترافيه. عشان كده بقول لك الكونتراكت معاش دلوقتي هام جدا جدا جدا، كلام يبقى سبيسيفيك وكلام محدد وكلام قانوني. احنا اتاخرنا عن هذا الكلام، وايه and you are will be responsible for the implication happened by this delay. خلاص، فدي ايه دي نقطة مهمة كده. الفاينانس يبقى كونتراكت دي كونتراكت، لا دي ما بتدفعش بروجريس بيمنت باي ذا اونر. النقطة دي ان الاونر ما بيدفعش في المواعيد اللي هي تم الاتفاق عليها من الاول، ودي اصلا دي اصلا بتتحط انتو كونسيدريشن في الكاش ان والكاش اوت. فلو لو 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 اختلف بقى الكاش ان اللي جاي من المالك من المقاول، يبقى انت بتقع في مشكله. انت اصلا عامل حساباتك وعامل الشغل بتاعك عشان انت جاي لك فلوس كذا بعد خلال شهر مثلا من تقديم المستخلص بتاريخ كذا، يعني كل ده بيبقى موجود في البلان. خلي بالنا يعني البلان الفور سكيدول هو مش مجرد كده، يعني بيتحط برضه بكل الريز بكل الكلام ده، يعني محطوط فيه الكاش فلو، محطوط فيه كل الحاجات دي من الاخر. عشان كده يعني اي حد عايز يـ 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 يعني يتكلم على اداره المشروعات صح، لازم يدخل بقى في البيم ويعرف يعني اقصى ما يمكن منه. مش هتبقى استاذ فيه طبعا، ده الاساتذه بتوعه، لكن لازم تبقى فاهم هاو تو مانج او هاو تو شير كبروجكت مانجر. لان انت عندك في السايد دلوقتي، ودي احنا من زمان الكلام ده هو موجود بين بقاله مثلا 15 20 سنه. احنا الريفيو دي احنا شفناها في زمان، يعني في 2005 2006، بس ما كانش بالجمال اللي هو بيه دلوقتي. كان الميكانيكا لوحده والارتكال لوحده والسيفل لوحده استكشر. دلوقتي الموضوع بقى جميله يعني. كاش بروبلمز ديورنج كونستراكشن، ده الكاش بروبلمز اللي انا بقول عليها كنت بتكلم دلوقتي، اللي هي الكاش ان كاش اوت. ممكن في لحظه من اللحظات الاقي الكاش اوت اللي عندي اعلى مما كنت حاسبه، خلاص بقى اشرب. يبقى انت كمقاول او كراك او كراجل بتنفذ، انت اللي غلطت، فدي مشكلتك انت بقى، لازم تتصرف تحلها. لو انت جايه من عندك، لو اللي هي جايه من عند المالك، يبقى انت لازم ايه تعمل احتياطاتك. انت طبعا تقول له ان انا بعت لك الكلام ده بتاريخ كذا كذا، وتاخرت عليا المستخلص مثلا، بدل ما تدفعوا لي الشهر صرفت لي الشهرين في 3 شهور وكذا، في امبليكيشن على هذا الكلام. دي طبعا عايزه ايه؟ عايزه موضوع مع الكونتراكت مانجرز بقى، لو التصرف لها ازاي وتعمل ازاي والكلام ده كله ازاي. يمكن احنا يعني الكلام ده كله عدى علينا، احنا كنا في فتره من الفترات كان الواحد فينا شاف كل حاجه، وده يعني انما دلوقتي الموضوع تخصص وبقى فيه كل حاجه لها متخصصين جوه المشروع يعني. ديزاين ايرورز ميد باي ديزاينر، يا سلام. دي من اخطر النقط برضه، زي ما كنا بنتكلم على البروجكت فيزز، او كنا قلنا البري فيزيبيليتي، ان الايه زي ما الصح اكوميليتد زي ما الايه الخطا اكوميليتد. بمعنى ايه؟ يعني انا لو بدات انا عندي المراحل الاولانيه البري فيزيبيليتي ببني عليها الفيزيبيليتي، بعد الفيزيبيليتي ببني عليه الديزاين ببني عليه بروكيرمنت ببني عليه الكونستراكشن ببني عليه الايه التسليم بقى كوميشن والهانج اوفر. فلو انا في ايرورز في اي مرحله
ما اتلحقتش قبل ما تخرج على المرحله اللي وراها ويحصل المشاكل دي كلها. فانا ديزاين ايرورز دي ميد باي ديزاينرز، المشكله بتحصل فين؟ برضه احنا كلنا عدينا على كلامنا، ما تخيل غالبيه الشخص الكلام ده، ان انا الديزاينر اللي بيشتغل ما اشتغلش برافع مساحي مثلا في حته، ينزل السايت يجي يبص يلاقي الارض مثلا عامل حسابه ان هي مستطيله، هي مش مستطيله، هي فيها زوايا وفيها وفيها وفيها. وطبعا انت عشان تشتغل الكلام ده بعد كده، او مثلا الارض اكبر او اصغر من عمل الديزاين على ارض مثلا اقل من اللي كان معمول عليها الديزاين، يعني حاجات مش اكيوريت. عشان كده يعني لازم يكون في يعني اكيوراسي عاليه جدا جدا بقدر الدراسات الاولانيه وعمل التصميمات وعمل البروكيرمنت ما بتبقى دقيقه بقد ساعات عارف الكونستراكشن بيبقى ايه؟ النو تايم بيخلص، النو تايم بيخلص وما بيتعبوش بتاعش الناس اللي اون سايت يعني. طيب فاونديشن كونديشنز انكاونترد ان ذا فيلد، دي احد الحاجات برضو. يعني احنا مثلا عاملين حسابنا احنا داخلين نعمل مشروع عاملين حسابهم ان هو يعني عملوا جسات وكده وجال بتاع السول ميكانكس وقال مثلا اه احنا هنا نعمل مثلا ايه اساسات عاديه مثلا او هنعمل لبشه وسيف وكلام ده كله اخر. جيت انت بقى كم اول تشتغل، طبعا قبل ما تشتغل بتعمل الجسات بتاعتك، تعمل الجسات وكلام ده كله اخر، وتدخل على المشروع بتلاقي ان الايه؟ ان انت عملت الجسات بقى يعني مور اكزاكت، بتلاقي ان السويل لا يمكن يحصل نفس على الفاونديشن ده، فهتلاقيه مثلا محتاج بايلز مثلا، او مثلا هو كان معمول يعني سيبرت فوتنجز او انديفيدوال فوتنجز الايه الستريبس او المات فاونديشن اللي هي اللبشه. يعني دي تتقابل اون سايت، تتقابل اون سايت يعني لازم السايت تكون معمول من قبلها فيما هو اخطر. ان انا ممكن وانا بشتغل بقى اون سايت الاقي مثلا شبكه ميه، شبكه كهرباء، شبكه كابلات، شبكه حاجات ما كانتش محطوطه في الاعتبار، لا الديزاينر خد باله منها ولا الدرس خد باله منها ولا حد بص عليها. فيعني دي برضو احد الايه كونديشنز اللي ممكن تقابل فاونديشن ميستيكس. ميستيكس ان سويل انفستيجيشن، وده كنا بنقول عليه دلوقتي، يعني انا بعمل سويل انفستيجيشن حصل اخطاء جاني يعني الراجل اللي بيعمل الجسات مثلا ما كانش امين والمهندس بتاعه يعني بيثق فيه او ان هو سابه يعمل اللي هو عايز يعمله، هيجي بعد كده المقاول اما يجي يعمل الدراسات المفروض في مرحله الدراسات بيعمل، خلي بالك المفروض يعمل دراسات قبل ما يوقع العقد، لازم يعرف يتاكد منها. ودي طبعا ديسكوست لكن ما استخسرش فيها، يعني ما اعتمدش بس على الـ على الـ على الجسات بتاعت المقاول، والمفروض انا اعمل يعني معلش بعض الكلام ده طبعا يبدو خيالي شويه لكن هو ده المفروض، الا اذا بقى في الكونتراكت نفسه كان محطوطه يعني ك ك ك ك كدوكيمنت وموضحه ان انا حساباتي كلها من الاخيره معموله على اساس الجسات بتاعتكم، واذا حصل اي حاجه في الجسات دي بقى هتبقى ايه؟ هتبقى سبجكت تو فاليشن سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. يعني انا كمقاول لو انا يعني انا الله يرحمه استاذنا الكبير الدكتور علي بركات هنا في استاذنا هنا اللي علمنا الصور كانت في اسكندريه، كانت ناس تروح تقول احنا عايزين نعمل العماره دي مثلا او المبنى ده على خوازيق، وهو يحسب حساباته ويقول لهم خوازيق ليه؟ ما هي تنفع على قواعد عاديه. يعني انتوا يعني فاهم قصدي؟ يعني بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي كل حاجه دلوقتي عايز خوازيق وعايز دبشه كبيره، يعني ما حدش باصص لعمليه الايه الاوبتمايزيشن بتاع الكوست يعني في الاول خالص. ف في ميستيكس ان سويل انفستيجيشن، دي طبعا احد الغلطات اللي هي في المشاريع الكونستراكشن، دي طبعا بتبقى بطبيعه اي مشروع ممكن تحصل فيه. الووتر تيبل كونديشن اون سايت، مستوى المياه الجوفيه في السايت، خلي بالنا دي هامه جدا. يعني انت احيانا بيبقى عندك مثلا بدروم مثلا عندك دورين ثلاثه تحت الارض، عملنا حاجات من دي كتير، عملناها في مصر وعملناها في الخليج، واذا كانش يتعمل دراسات صح ويتعمل السيستم الصح الفرام وولز بقى يتعمل ووتر تايت سيستمز، يتعمل كل الانسوليشنز كلها من هو الاخر ما بيوصل كويس قوي،
ممكن تعمل ساندرينز، يتعمل فرنش درينز، يتعمل حاجات كده عشان هو تغيب سايت. خلي بالك ده مهم جدا. جيولوجيكال بروبلم اون سايت دي برضه زي ما قلنا، دي بيزكلي بتبقى في الاماكن اللي انت لابسها، بتبقى ايه يعني، مفيش حواليها مباني كتير يعني، انت في مدينه في بتاع بتبقى معروفه جنرالي كده، او في منطقه او بتاع، لا خلاص جيولوجيه بقى يعني ايه، يعني في اجهزه كتير بتقدر تعرف يعني، بس مش معروفه لناس كتير يعني. ممكن جهاز قبل ما تخش الموقع تدخل بيه ترى يطلع لك كل البلاوي اللي تحت الارض يعني، كل الكافيتيز وكل الكلام ده كله يعني، الكلام ده ما بقاش مشكله كبيره، لكن طبعا بيكلف يعني. احيانا انت بتضطر تستورد حد بجهازه من انجلترا مثلا، من اي مكان، عشان يعمل لك الدراسات دي كلها اخرها. فيعني ايه جيولوجيكال بروبلمز اون سايت، اذا حصل اي جيولوجيكال بروبلم وما كانتش واضحه من الاول، وما كانتش محطوطه انت كونسيدريشن في اقتراحات الوفر الى اخره، يبقى دي تبقى ايه، هتبقى طبعا موضوع يعني في مجال ان هو المقاول يتعوض عليه تايم وماني. اوبتينينج بيرمس فروم municipalities دي برضه نقطه مهمه جدا. المفروض ان البيرمتس دي بتبقى مسؤوليه المالك مش مسؤوليه المقاول. ساعات المالك بيعتقد ان هي شطاره وفلاحه، وبيعمل المسؤوليه على الايه؟ على المقاول. فدي دي مش جدعانه، دي مش جدعانه يعني، ان انا خلاص بقى هو بقى يشيل وهو يشيل الكلام اقول الاخر. طبعا هو المقاول بقى اللي عنده خبره وهو الاخر يقدر طبعا، في حاجات يقدر يخلصها احسن من المالك. لكن التراخيص والكلام ده من الاول لاخره المفروض يبقى ايه المالك اللي بيعملها، لان تبقى ايه يعني حساسه شويه. ف يعني ممكن تطول بقى تعمل، يبقى انت هو في ايده بقى كل حاجه يعني، هو يقدر يطول يعمل يعني ما يعني يعني في الغالب للاسف المقاول المالك بيرمي كل المسؤوليات على الايه، على المقاول. ودي على فكره حاجه مش كويسه، دي بتعلي الكوست، لان اي حاجه المقاول هيعملها بيعمل الريسك بتاعها عادي، وبيغلى ثمن المشروع. مش واحد اللي هيعمل كده، كل المقاولين يعني، ما حدش الاول داخل يخسر، فبتعلي الكوست بتاع البروجكت يعني. طب اوبتيني بيرمس فور ليبرز اللي هي التصاريح بتاعت العمال، دي طبعا دي مالهاش دعوه بقى، دي هي ايه بتاعت المقاول نفسه اللي بيشتغل يعني. اكسسيف بيروقراسي ان بروجكت اونر اوبريشن، الاونر اوبريشن بقى يعني زمان في شبابنا كنا بنلاقي مثلا طلب اي حاجه، طلب اجازه لازم رئيس مباشر يوقع، ورئيس القسم يوقع، المدير يوقع، المدير العام يوقع، رئيس مجلس الاداره يوقع على طلب اجازه يعني. انا اذكر صديق خالص يعني، يعني طلب اجازه يوم باين او يومين حاجه زي كده يعني، سبع ثمان توقيعات. فطبعا ده كلام يعني ايه، اساس بيروقراسي بروجكت اونر اوبريشن، دي عمليه صعبه جدا. او في الاوبريشن بقى دي اسهل حاجه يعني، حاجه يعني ايه مأساويه يعني، مضحكه يعني. فالبيروقراسي في الاوبريشن بتاع يقول لك لازم التوقيع بتاع اللي مش عارف، لازم يعني، انا ما بقولش لا، بس تبقى الكلام مدروس كويس. وان شاء الله برضو في حاجه كويسه هنتكلم عليها، اللي هي مع الدوكيمنت مانجمنت، ان احنا بنعرف الديزاين اوف فورمز بتيجي ازاي، هنتكلم عليها ان شاء الله باذن الله قريب يعني، في النص الثاني من الايه، في ال 60 ساعه اللي جايين ان شاء الله، اذا ربنا احيانا ان شاء الله تكلم عليها ان شاء الله. كونستراكشن كودز يوزد ان ذا ديزاين اوف ذا بروجكت، الكودز بتخلف يعني، لما تيجي تشتغل بالكود الامريكان غير لما تتكلم البريتش كود، غير ما تتكلم بالايجيبشن كود، بتفرق في الديزاين بتاع المشروع. بريباريشن اند ابروفال اوف شوب دراونز، الشوب دراونز هنا بقى يبان بقى يعني الحلاوه والجمال بتاع ايه؟ البيم بتاع الريفت، الشبر الافورة بتاع الشبر راوند بيبقى من اسهل ما يكون دلوقتي، خلاص ما بقاش في مشكله. انت اصلا اللي اشتغل بالريفت من الديزاين اوريدي ما بيحصلش، ما بيحصلش الكونفليكتس او البروبلمز اللي ما بين كل نوع والتاني، ما بين المعماري والانشائي، المعماري والانشائي والميكانيكا والكهرباء. البيم بيحل، الريفت بيحل مشاكل طول اخرها، وما بيبقاش فيه المشكله دي.
فاحنا زمان كنت تقعد ونحرض عليك الكلام ده، بس طبعا يعني يعني نبقى لسه طبعا ناس كتير ما عندهاش الكالتشر بتاعت الutilization of the BIM او the using of BIM او الريفت عموما، لكن صعب جدا لما تيجي انت يعني انت كمان تفهم من الاول. مش عايز اقول لك من قبل ما تقدم سعر بتاعك تكون مظبط ما بين المعماري والانشائي والميكانيكا والكهرباء كان اول لاخره، وكل مجال دراستك وانت بتقدم على الشغل كده، وقدر ما انت هتكسب وهتعمل حسابك في حاجات كتير ماشي. preparation approval of shop drawings, waiting for sample material approval. يعني المفروض وعلى فكره انا بذكر الكلام ده فقط يعني اكتر حته اللي انا يعني اشتغلنا مع في الاويل فيلد اويل بروجكتس اشتغل فيها كتير يعني، وهي كانت فتره قصيره لكن كانت فتره غنيه جدا في قطر. السامبل ماتيريال ابروفل احنا كان في ميتنج ويكلي ميتنج ما بين اطراف كلها علشان الاوبريشن، وبعديه على طول ماتيريال ابروفل ميتنج. بمعنى ايه؟ كان يبقى بيبقى المقاول مقدم على ابروفل بتاع ايه؟ بتاع ماتيريال معين او مكنه معينه او اي حاجه. فبيبقى في الويكلي ميتنج يا اما بيتعمل لوحده الماتيريال ابروفل لوحده او اللي اسمه ايه ده؟ او في اخر الويكلي ميتنج، عشان بدل ما تجمع الناس كلها على مرتين على مره واحده. بيحصل ايه؟ ان الناس يعني مثلا السوبرفيجن عايز يعتمد ايه؟ ماتيريال معينه، وعايز يعتمد الوان معينه. ففي الحاله دي بيبقى البي ام او موجود والكلاينت موجود، ما فيش بي ام او يبقى الكلاينت موجود. يبقى لما بتعتمد الناس كلها قاعده. عشان كده انا بقول لكم ان الميتنجز دي من اهم واجمل واسرع التولز اللي تخلي لك مشاكلك في المشروع. ففي الفرقه كان لازم كل اسبوع اللي هو الايه اي ماتيريال الاستشاري او الكونسلتنت اللي هو السوبرفايزر ما عملتهاش لسه او الى اخره بتتحل واحنا قاعدين في الميتنج ده. طيب preparation of scheduling network and revision revisions by consultant while construction in progress. السكيدول والتعديلات بتاعته واحنا ماشيين، والريفيجنز بتاعته بتتراجع من الكونسلتنت. وده مش ده مش مجرد ان انا يعني عشان انا الكونتراكت فيه ان انا بعمل برنامج زمني وبعمل مونيتور وكنترولنج عليه، ده مش حاجه تتحط في الدولاب ولا تتحط في الفايلز ولا الى اخره، لا ده عشان يشتغل. واللي ما بيشتغلش بالتايم سكيدول بتاعه ده انسى. واللي ما بيعمل التايم سكيدول بتاعه ده باساس مش صح وما بيعملوش صح بحاجات مفترضه بحاجات خياليه بحاجات مبالغ فيها، طبعا ده مش صح برضه. يبقى لازم السكيدولينج مش قصه السكيدولر بس، نخلي بالنا يعني هي مش واحد بياخد بيقعد على البريمافيرا او على الفاست تراك او على الشو تراك او على الام اس بروجكت ويعمل البرنامج. لا البرنامج ده 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 موضوع ده تيم ده تيم 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 والليدر بتاعه مين؟ اللي هو السكيدولر او البلانر. البلانر ده بياخد الداتا من الناس دي كلها وموجودين معاه. يعني انا ككونستراكشن مانجر في يعني حاجات معينه ممكن في حته معينه بيتعامل بيها بايلز جديده، يبقى في خبره دي بتاعت مين؟ بتاعت كونستراكشن مانجر او بروجكت مانجر. في مثلا الالكتروميكانيكال، حاجه الالكتروميكانيكال في حاجه بتتعمل قبل الثانيه قبل الثالثه قبل الرابعه. يعني كده بلانر لازم يبقى يعني ايه؟ مش عبقري بقى، لازم يبقى مهندس يشتغل 15 20 سنه عشان بلانر. انما بلانرز دلوقتي في غالبيتهم شباب وشباب جميل وانا اقدره تماما يعني، لكن البلاننج اللي عايز يتعمل لازم يبقى بحضور كل الناس. عشان كده برضو في الـ في الـ في الـ في الـ في 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 اللين بروجكت مانجمنت او في اللين كونستراكشن مانجمنت في الايه اللي هو اللاست بلانر ميثودز، يعني اللاست بلانر اللي هو ايه اللي هو اللي بيشتغل نفسه اللي هو بلاننج من جوه المنظومه بتاعت الشغل، كل واحد بيشتغل جوه الموضوع يعني خلاص. يعني فيها حاجات كتيره كويسه وحلوه طبعا مش هيتكلم فيها بقى الناس اللي هي الايه
البلانرز اللي هم المتخصصين يعني. انما انت كمدير مشروع لازم انت عارف دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. هنتكلم النولج اللي بنتكلمه على ده كله ده ما ينبغي على مدير المشروع ان هو يعرفه عشان يمشي شغل، ما هوش متخصص في الحاجات دي من اخرها. كل حاجه من دول بما فيها على فكره ده في ماتيريال انجينير، في ماتيريال انجينير كمان خلي بالنا، ودي حاجه موجوده من زمان مش النهارده. ده في واحد مهندس في الموقع اسمه ماتيريال انجينير، في واحد اسمه بلانر، في واحد اسمه كونتراكت مانجر. الحاجات دي كلها في شبابنا الايرلي ما كانش عندنا كلام ده. فدلوقتي المواضيع اختلفت وزادت جمالا وزادت تخصصا وزادت تقدما، والحقيقه يعني حاجه ممتازه وحاجه مفرحه يعني. هي صعبه دلوقتي على البروجكت مانجر ان هو يعرف الكلام ده كله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى احنا بنقدم لكم كل الـ 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 يعني يعني اللي اي حد يحلم بيه عشان ايه يطبقه في البروجكت بتاعه. Preparation of scheduled network and revisions, lack of training personnel and manual support to model the construction operation. التريننج قسم لابد من وجوده، لابد من وجوده، وبدون التريننج. وخلي بالك برضه التريننج ده موضوع تاني يا ربي، ده حاجات كتير قوي عايزه تتعمل. معلش فكرونا برضه، لان برضه التريننج مانجمنت هم جدا، لان هو التريننج ده دايما بيقول التريننج عباره ايه. هو تعريف التريننج الفارق ما بين المطلوب منك وبين اللي عندك. يعني انا بشتغل مهندس، طب انا في المكان اللي انا فيه رقوني بقيت ايه؟ كونستراكشن مانجر. طب انا بشتغل كونستراكشن كويس قوي، انا ما اعرفش امانج كونستراكشن. يعني ايه كونستراكشن مانجر بقى؟ يبقى انا ادرس ايه؟ الكونستراكشن البروجكت مانجمنت او كونستراكشن مانجمنت ده كورس خلاص. طيب انا مثلا مهندس مثلا الكتروميكانيكال، وهشتغل في مستشفى مثلا فيها ليتست سيستمز مثلا، او في مصنع في ليتست سيستمز، وانا مهندس برضه، فالمطلوب مني ان انا اراجع او اعمل اكويبمنتس او سيستمز حديثه بشكل معين وحاجه معينه. ما اخجلش لو انا شغال بقالي 20 30 سنه، ما اجيش انا اقول هذا كلام انا ما بفهمش فيه ومحتاج تريننج فيه، اروح اعمل تريننج. يبقى تعريف التريننج، انا مش التريننج ده عشان اتفسح ولا ورقه باخدها من اللي عمل لي تريننج، لا، ان انا تم اضافه حاجه ليا محتاج لها. يعني انا محتاج لها، انا محتاج ان انا عشان اعملها. ففي تكنيكال تريننج، في بروجكت مانجمنت تريننج، وكل حاجه من انواع التريننج. ما هو برضو يعني ايه برضو ده هنقربها لسانكم برضو، هي ما شفتهاش في اماكن كتير لكن كنت تكون موجوده. ان اي واحد نيولي جويننج الفاسيلتي او البروجكت، يعني واحد جاي جديد خالص داخل على البروجكت خلاص، اللي جاي على البروجكت ده في حاجه اسمها اندكشن كورس. الاندكشن ده للكواليتي سيستم، واندكشن لايه؟ للسيفتي. يعني ايه؟ يعني لازم ياخد يحضر حاجتين مهمين جدا. ده في كمان ايه درايفنج، يعني لو انا السايت كبير في درايفنج لازم يتعمل له درايفنج لايسنس ويتعمل له تيست والكلام ده كله. انما هم خلينا نتكلم في الايه، في الاقرب، في الحاجات اللي هي يعني مش واسعه قوي. يعني انا لازم اي حد داخل مشروع جديد او داخل شركه جديده او اخره يحصل له الحاجتين دول. الحاجتين بيعملوا ايه بقى معاه؟ لو انا لازم اخد فكره، يعرف الاي ام سي سيستم بتاع الشركه، لازم يعرف اسم الاصدار اسمه ايه، اول ايه من اخره ايه، النائب رئيس الاداره، الشركه هناك التنظيم بتاعها ماشي ازاي، البروسيدجرز الموجوده ازاي، العلاقه بالناس. انما لو اسيب واحد من غير ما اعمل له هذا الكلام يبقى انا ايه؟ ضيعت وقته وخسرت مجهوده، ممكن نقعد شهرين ثلاثه وفيجي في الاخر يعني مش عارف يعرف الكلام ده كله. فده التريننج، خلي بالنا برضه، خلي بالنا الكلام ده زي ما بقول برضه ليس نظريا، انا بكلمكم كلام واقعي، كلام من الحياه ومن البروجكتس خلاص. عشان كده احنا قلنا ايه؟ هاو تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر.
الكلام ده كله يعني اللي هيعمل ام بي اي، اللي هيعمل تي اس سي، اللي هيعمل يعني دكتوراه، اللي هيعمل ماجستير، اللي هيعمل اي حاجه، الكلام ده كله كايشوز يعني. طيب بريباريشن، احنا وصلنا لغايه فين؟ lack of training personnel and minor support to manage the construction operations. النقطه الثانيه احنا بنتكلم على ايه؟ على QAQC training. خلاص، في السيفتي، سيفتي اندكشن. لازم انا دلوقتي انا بشتغل في مكان اوف سايت او في 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 مثلا في 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 في, في جاس بلانت، زي مثلا بشتغل في في السعوديه في 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 في, في, في 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 شركات البترول في السعوديه، او مثلا في الامارات، في ادنوك، في قطر جاز، في اديك من اول اخرها. لازم عليك تريننج وانت داخل. لو انت داخل تشتغل في القهوه والشاي، ده تريننج سيفتي، تريننج سيفتي اندكشن لاي حد. لازم، مش هيدخل، مش هيستلم شغله التكنيكالي الا لما يكون واخد اندكشن كورس. لازم عارف هو هيتصرف في 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 في, في السيفتي ازاي، لان يعني اغلى حته بيحصل فيها كوستنج للكيو اتش اس اي في الـ في الـ في الـ في الاول فيلد. الاول فيلد ما تقدرش تدخل بالموبايل بتاعك جوه جوه بلانت شغال. لا، لو خدت الموبايل بتاعك وانت داخل تترفد، يعني ممكن تعمل شراره صغيره تولع الدنيا. مش هينفع تدخل من غير ما لابس كمامه ومعاك اسطوانه وهكذا يعني. عشان كده بقى ايه، في الاندكشن للايه، في الحاجتين، الكيو اي كيو سي عشان يعرف السيستم، عشان يعرف يشتغل مع الناس، وعارف العلاقات بينه وبين كل الناس اللي عملوا خيرها، عارف البروسيدجرز، عارف كل الورك انستراكشنز، عارف كل حاجه في 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 في, في كام ساعه يقدر يدخل يشتغل وينتج على طول. والسيفتي عشان برضه ما يغلطش اي غلطه اساسيه او جوهريه، وبحجه ان هو لا ده انا جديد، لا انا ما كنتش اعرف حاجه اسمها كده يعني، ده ريسك. فلازم اللي داخل يحصل معاه ايه؟ تريننج. التريننج ده ليس لعبه، وليس اوبشنال، وليس اكسبنس برضه. انا في حاجات انا بسميها انفستمنت، انفستمنت في اي كومباني او في اي بروجكت. كواليتي، سيفتي، تريننج، انفستمنت. بيريح لك حاجات كتير قوي، بيحافظ لك على التايم، بيحافظ لك على الكواليتي، بيحافظ لك على الريسورس بتاعتك. لاك اوف داتا بيز ان استيميتنج اكتيفيتي دوريشن اند ريسورسز. اللي قاعد بيعمل، عشان كده انا بقول ايه، السكيدولر او البلانر مش لوحده. اللي عايز يعمل مشروع ناجح لازم يشترك معاه، ومش البروجكت مانجر بس. البروجكت مانجر ده مش اله، لا، الكونستراكشن مانجر يكون موجود، الكواليتي مانجر يكون موجود، الديفرنت اكتيفيتيز، المواسير الالكتروميكانيكال، كل الناس تبقى موجوده. خلاص، السيفتي لازم يبقى موجود. يعني في حاجات معينه في السيفتي لازم، انت ما ينفعش انك تطلع مثلا على في مشروعات كبيره اللي هي بتعمل هاي رايز، بتعمل مش عارف، بتعمل بلانتس في الاول فيلد كان بقول اخره، في امور كتيره جدا ما تقدرش تدخل تعمل حاجه غير يكون معاك ايه، اللي هو السيفتي ابروفال. يعني بتاخد السيفتي ابروفال على السايت قبل ال اسمه ايه ده، قبل التكنيكال ابروفال، قبل ما تدخل تنفذ حاجه. لان الحته اللي انت داخلها فيها اجراءات سيفتي انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، انت داخل تقطع في حته ولا بتاع، وجنبك بترول بيطلع او بينتج او الى اخره. ده انت تفجر الدنيا كلها عشان صاروخ عبيط تتحط كده في مكان ويولع لك الدنيا. فايه يعني انا بس ايه حابب يعني بنقول لكم برضو ايه، احنا ليه بنقول انترناشونال بروجكت مانجر؟ لان انا ممكن اعيش واشتغل 100 سنه وما بيقابلنيش الكلام ده، ما بيقابلنيش كلام، لكن لو قابلني مره واحده في حياتي هيبقى لازم استخدمه. فعشان كده انا يعني احنا ايه بن 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 بنطول شويه في حاجات معينه. يمكن في ناس قد تعتقد انها تطويل، لكن مش تطويل. احنا زي ما بنتكلم، احنا بنتكلم في ايه؟ International Project Manager. خلاص؟ lack of database estimate activity duration and resources. لما باجي احسب الدوريشنز والريسورسز ما عنديش داتا بيس كافيه ان انا احسبها. في طرق للحساب، في البيرت،
البروجرس ايفالويشن ريفيو تكنيك هنتكلم عليه واحنا بنعمل ان شاء الله في التايم مانجمنت قريب ان شاء الله. Judgment and experience of the involved people in estimating time and resources. حكم وخبرة الناس اللي شغالة في الاستيميتنج للتايم والريسورسز لازم تبقى حكمهم ده هو الايه اللي بيؤثر على التايم كوست اوفر ران. هل عندهم الخبرة الكافية ولا لا؟ ولا يخجل أي إنسان مهما كبر إن يقول معرفش. لا تخجل. أنا ممكن أنا بشتغل بقالي عمر أهو أقول لا، هتقولي فلان الفلاني اللي هو مثلا عمره مثلا 25 26 سنة عشان هو متخصص في الحتة دي ويقول لي دي تاخد مني وقت قد إيه؟ لا يا ابني، ومش أفترضها كده وخلاص، لا أبدا. لازم أؤمن بتخصص، اؤمن بان كل واحد عنده العلم بتاعه وعنده التخصص بتاعه ولازم يحترم عشان يتحط في بلاني عشان لما نيجي نشتغل يبقى شغالين ايه بحاجه مظبوطه يعني. اوبا. طيب project delivery system used design built general contracting turnkey. ده البروجكت ديليفري سيستم في ديزاين اند بيلت. ديزاين اند بيلت ده ايه؟ قصة حلوة وفي الأصول موجودة عادة برضو، بتحتاج في دوكيمنت فرونت انجينيرنج ديزاين ان شاء الله برضو يكون في فرصة نبقى نتكلم عليها. الجنرال كونتراكتنج في مقاول عام، المقاول العام واخد الاي بي اي سي او التيرنكي بروجكتس، يعني كل واحد كل سيستمز دي انا هسلم يعني انا كمقاول، هل انا واخد الموضوع فروم سكراتش وباخد ديزاين اند بيلت يعني ابي في استشاري حط قاعد وحط في دوكيمنتس وخدتها وانا بقى اللي هعمل ديزاين لكل حاجه والديزاين بتاعي يمشي بارلل مع الـ مع الكونستراكشن. ده عادي على فكره، ده فاست تراك بروجكت ان انا الديزاين كله يعني الديزاين مثلا هياخد مني سنه مثلا وانا المشروع بتاعي انا عايز اخلصه سنه ونص، فمش هقدر ان انا اقعد سنه وبعدين اجي اعمل مشروع تاني هياخد مني 3 سنين. اللي بيحصل ايه؟ ان انا بنزل المشروع ايه؟ ديزاين اند بيلت. وده سبب الديزاين اند بيلت، ولان ده في الشركات اللي بتاخد ديزاين اند بيلت شركات متخصصه مش اي حد بيعملها. الشركات بتبقى يعني ايه مش اي حاجه، ان شاء الله اللي انا بعمل يعني وخلاص واخد الشغل وخلاص وبقى اتصرف بعد كده، لا لازم ابقى دارس ويبقى عندي خبره. لو انا ما عنديش التكنيكال بتاعته عارف كويس قوي هتعاقد مع مين وهشتغل مع مين من الاول لاخر. فدي سبيشال ايه تايب اوف بروجكتس يعني. هوت اور كولد ويذر افكت اون كونستراكشن اكتيفيتيز. اللي عاملين حسابنا كويس قوي قوي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ عشان في التايم وفي الكوست، ان انا مثلا في الصيف لو انا مثلا في منطقه الشرق الاوسط في الحتت اللي هي حر او كده، ان انا مثلا كنت اشتغل الصبح بدري، اشتغل مثلا من 5 الصبح كده لغايه 10 11 وكان بدا يتطبق هنا في مصر اليومين دول يعني. يعني لسه مهندس الصبح بكلمه عشان رمضان بيروحوا بدري قوي وبيمشوا مثلا الساعه 11 ياخدوا 7 8 ساعات الصبح بدري يعني، وممكن يبقى فيه بالليل تاني شفت تاني بالليل. انا لو فاتت مثلا من 11 لغايه مثلا من 4 5 يبقى الدنيا مش ممكن يعني، هتلاقي الدنيا حر قوي والبرودكشن بيبقى ضايع. وبرده في الكولد ويذر لو انا مثلا في القطب الشمالي وجليد بقى والكلام ده كله من الاول لاخره طبعا بتفرق كتير ماشي. فدي ايه بتعمل افكت على الكونستراكشن اكتيفيتيز. فدي لازم تتاخد انتو كونسيدريشن لما تيجي تعمل بلاننج او لما تيجي تعمل الكونتراكت بتاعك او لما تيجي تعمل مسؤوليات الاطراف في العقد. رين افكت اون كونستراكشن اكتيفيتيز. يعني احنا مش عايز اقول زمان بقى كل شويه نقول زمان نقول زمان يعني نحس ان احنا عجزنا خلاص، لا هنغير دلوقتي. في ممكن يعني احنا مثلا احنا عارفين مثلا في حاجه اسمها ايه النوات، نوت ايه الفيضه الصغيره النوت نوت عوا نوت يعني كل انواع النوات الموجوده مثلا كشتة كامطار دي تراديشنال كانت موجوده. دلوقتي حاجه بتختلف كتير قوي، لكن انا لازم اضمن اصله وانا بعمل البرنامج الزمني بتتحط جواها بحيث ان انا الفتره اللي فيها نوات وفيها شتة وفيها رياح واخره والاكتيفيتيز بتاعتي اكون انا طالع بـ 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 بشغل يديني فرصه ان انا العماله بتاعتي تشتغل في الايه؟ في الاندور مش في الاوت دور. يعني ما طلعش سقايل بقى ما طلعش حاجات في الجو ده كله او اعمل ماتيريال بره في الشتاء او الى اخره. فهي المفروض الحد يقول لك حاطط كونسيدريشن وانا بعمل الايه؟ التايم سكيدول بتاعي وبعمل الريسورس مانجمنت بتاعي. احنا فين؟ سيرفيشن افيلابل يوتيلتيز اون سايت. احنا افيلابل يوتيلتيز اون سايت
احنا اتكلمنا عن الكلام ده. احنا عملنا برزنتيشن على السايت، ما على اللي هو السايت اللي احنا حطينا عليه الكلام ده كله الاخر، بس في برزنتيشن تاني او لقاء تاني هنتكلم بقى على الاي سايت يوتيلتيز ان ديتيل. يعني مثلا لو عندي ميه، كهرباء، جنريتورز، الحاجات دي كلها يوتيلتيز اون سايت، الحمامات، الحاجه اللي بتخدم ايه السايت للكونستراكشن. ريليشن شيب بين ديفرنس اوف كونتراكتور سكيدولز ديزاين اوف ذا بروجكت، دي نقطه برضه هامه جدا. خلي بالك انا شركه مقاولات عندي سب كونتراكتورز، واحد بتاع خرسانه، واحد بتاع مباني، في ممكن تتقسم كده، ممكن يبقى عندي سب كونتراكتور. يعني انا اعرف شركات لا تمتلك عرق واحد ولا تمتلك مسطرين ولا تمتلك اي حاجه، كل الناس اللي فيها سب كونتراكتورز. فاللي بيحصل ان السب ان وانا بعمل البرنامج الزمني السب كونتراكتور لازم يبقى معايا. انا كبلانر بعمل الاكتيفيتيز، بعمل الريليشنز بين الاكتيفيتيز كلها الى اخرها، لما اجي اعمل اكسبكتيشن كده للتايم بخبرتي، وبعدين قبل ما اعمل الكلام قبل ما احطه بقى في الاخر بقى على الماتيريا، واحط الريليشن بقى على الاخر، بحط التايم ابتدي اعمل ران عشان يحسب لي الكلام ده كله، لازم الكلام ده مين اللي يطلع عليه او يعرفه او يدوس معايا؟ السب كونتراكتورز، كل واحد عارف هيدخل امتى، يخلص امتى، ويطلع امتى، ويعمل اخده من الباقي. Between different contractors schedules in the decision or request. The conflict between contractor and consultant. دي بتحصل كتير قوي، لان للاسف الا من رحم ربي الكونسلتنتس للاسف يعني في طبعا في اساتذتنا كبار كونسلتنتس يعني، واخواتنا مستوى عالي جدا في الاستشاريين، لكن في ترند كده الاستشاري بيجيب شباب صغار خالص، يعني اقول لك يعني ايه، بيستمد سلطته من ان هو كونسلتنت. الكونسلتنت بيعتبر نفسه ان هو يعني ايه المشرف بقى، يعني حتى نفسه هو ان هو فوق ده. كلام ده مش صح. الكونسلتنت مسؤوليته خطيره جدا. الكونسلتنت في الموقع قاضي قبل ما يكون طرف. يعني الكونسلتنت والكونتراكتور ما هماش طرفين ضد بعض، لا، يعني لا الكونتراكتور حرامي زي ما غالبيه الناس فاكره، ولا الكونسلتنت مش فاهم زي ما الناس كتير بتعتقد كده، لا، الاثنين لازم يكونوا مختارين بعنايه. احنا يمكن عملنا برزنتيشن قبل كده وحددنا فيه الكاركترستيك بتاعت الكونتراكتور، ان شاء الله يبقى في برضه برزنتيشن تاني احنا بنقعد بتطلع ازاي تختار الكونسلتنت، ازاي تختار الكونسلتنت والكاركترستيك بتاعته ايه زي ما اتكلمنا على الكونتراكتور، لان التيم اللي بينفذ المشروع الليدر بتاعه هو ده، هو ايه، هو الـ يعني بيبقى الـ عاده الاونر. الاونر هو بيبقى ليدنج، يعني لو في اجتماع اسبوعي في الاونر وفي البي ام او وفي الكونتراكتورز وفي سب كونتراكتور وفي كونسلتنتس، اللي بيدير هذا الكلام الاونر، مهندس الاونر، خلاص. فيعني ايه يعني لازم ايه، ان ما فيش حاجه اسمها كونسلتنت برضه يجي على الكونتراكتور يظلمه على عشان يعني ايه هيوري للاونر ان هو يعني بيشتغل لمصلحته. هذا الكلام لا في مصلحه المالك ولا في مصلحه الكونسلتنت ولا في مصلحه المقاول، وبيؤدي الى ايه؟ ان المشروع ما ينجحش. ان كوبريتيف اونر، اونر كوبريشن، اللي بيشتغل مع اي شركه ما بتعرفش عربي اول كلمه بيسمعها وهو داخل مشروعه او داخل الشركه بياخد مكانه يقول لك ايه؟ كوبريشن. اهم حاجه كوبريشن، التعاون، درجه تعاونك مع الناس ازاي. فساعات الاونر بيعتبر نفسه بقى انا يعني ايه، انا الاونر بقى وانا اللي يعني بياخد الايه الحته اللي هي يعني ان انا بقى الريس بقى، يعني انا ربكم الاعلى يعني. فطبعا دي غلط جدا، ودي احد الاسباب الرئيسيه في ايه، في عدم نجاح المشروع. slowness of the owner decision making process. احنا خدنا الديسيجن ميكنج ولا لسه؟ لا لسه ما خدناش. المهم فلما يلقى الاونر بيطول قوي في الديسيجن ميكنج، يعني تبقى الموضوع برضه ايه، بيضيع وقت، بيتطلب بيضيع وقت. طبعا تضييع الوقت ده بيلازمه دايما الكوست اوفر ران. طيب هو ايه التسع في جزء خلص تايم كوست اوفر ران؟
طب انا عايز، انا هنتظركم بقى ايه تقروا الكلام ده، قاعدين تسمعوه تاني، يخشوا على على الفيديوهات وزودوا لنا the joint ownership of the project. يعني البروجكت ده ما هوش ملك المالك لوحده، البروجكت ده ملك كل الناس اللي بتشتغل فيه، كلنا ملاك للمشروع لغايه ما نسلمه بقى لمين؟ الاوبريتور الاخراني. كلنا يعني بنخدم المشروع، كلنا ما حدش بيخدم حد. يعني انا كان اول ما بخدمش المالك، ما بخدموش، انا بخدم المشروع لمصلحه المالك. المالك كل واحد بيخدم برضه، بيحط الدمع لخدمه ايه؟ المشروع لخدمه الفاينل ايه؟ كلاينت او الفاينل كاستمر، اللي هو مين؟ اللي هيستلم المشروع عشان يعمل له اوبريشن. البور اورجنايزيشن اوف ذا كونتراكتور اور كونسلتنت، احنا ممكن نتكلم على الاورجنايزيشن دي في حاله الكونتراكتور، اما عملنا برزنتيشن قبل كده. فاضل الكونسلتنت ان شاء الله باذن الله اذا اعطانا الله عمر هيبقى موضوع من الموضوعات اللي هي ايه؟ في دماغي، ده انا فاكره يعني، بس ان شاء الله نفكر بعض يعني. Difficulty of coordination between various parties. هنا بقى الكوميونيكيشن، ثم الكوميونيكيشن. وزي ما قلنا عمل المانجر 80% منه، احنا كنا دايما حافظينه احنا الشباب ان هو 70%، لا ده 80% دلوقتي. 80% من وقت المانجر او الليدر الكوبريشن كوردينيشن بتاعت ايه؟ الفيريس بارتيز. ودي كل ما كان مدير المشروع فاهم وواعي وعارف دوره، هتلاقي كل الافراد دي كلها من اخرها الدنيا ماشيه زي ما بيقولوا ايه في التعبير بتاعنا، ماشي حلاوه يعني، كل واحد عارف حدوده ايه، اقوله ايه من اخره ايه. احنا في مشروعات كتيره، وانا مش هكلم عن نفسي يعني، عيب بقى ما صحش كده يعني ايه. وانت كونسلتنت والمقاول يجي لك في حاجه هو مش عارفها، او عايز يستفهم عنها، او عايز خدمه تعملها له، اعملها له ككونسلتنت، ومش تعملها له عشان تاخد منه فلوس ولا عشان لا، اعملها له مصلحه المشروع. انت واجب عليك، انت كونسلتنت، ما انتش كونسلتنت عشان تخدم صاحب المشروع بس، انت بتخدم المشروع. ولو المقاول عندك لقيت عنده حته ناقصه مش واضحه، سواء تكنيكالي او مانجيريالي او كواليتي او الى اخره، بمنتهى الحب وبمنتهى الرغبه في النجاح بتقعد معاه وتتناقشوا وتعملوا، لا يمنع، ما يمنعش ان يبقى دي بينكم وبين بعض، ومش لازم يعني تفضحوا تقول لي ده مقاول تعبان، ده مش عارف ايه، لا، نخلي يعني زي ما بقول ايه، تقوى الله يعني هي اللي بتمشينا وهي اللي بتعملنا، وده احد اسباب ايه؟ نجاح المشروع. ان افيلابيلتي اوف بروفيشنال كونستراكشن مانجمنت، طبعا دي خيبه كبيره يعني، خيبه كبيره وللاسف موجوده كتير. يعني كونستراكشن مانجمنت، انت بتشتغل بتعمل كونستراكشن كونستراكشن بروجكت وما عندكش بروفيشنال كونستراكشن مانجر. الكونستراكشن مانجر ده على فكره مش لازم يكون مهندس، خلي بالك يعني، في اغلب الامريكان كومبانيز في عندهم حاجه اسمه السوبر انتندنت. السوبر انتندنت ده بتبقى راجل طويل عريض كده وهارجر يعني كلامه كله يعني كده، ده كونستراكشن مانجر هو متابع كل حاجه في السايت وحافظها صم، وعارف هو بيعمل ايه وبيقول ايه، ومدير المشروع نفسه بيكلمه قمه الاحترام. فاللي ما عندوش فيلم كونستراكشن مانجمنت يلا ماشي. An inadequate early planning of the project، يعني البلاننج مش معمول في وقت مظبوط يعني. يعني لازم البلاننج يتعمل من الاول خالص. البلاننج بتحط فيه كل حاجه، كل ما كان البلاننج يعني واقعي وطبيعي وبداية واضحه وبداية مبسطه وبطريقه مبسطه، البلاننج ما فيهوش تعقيد. ده البلانرز بتاع بتلاقيه ماشي يعني كده يعني ايه بسلاسه وبتاع يعني، مش يمشي بقى معوق بقى، لا ده انا بتاع البريمافيرا بقى، لا ده انا بتاع مش عارف ايه، لا يعني ايه خلاص. In adequate early planning of the project
inspection and testing procedures used in the project. C, inspection and test, inspection test and plan or procedures, procedures جاهزة للسايت, inspection and test plan. التست بلان دي موجوده وكل مشروع له خصوصيه وله طرق معينه وموجود الكلام ده كله من الاول لاخره بتعرفه بالخبره او بتشوف يعني في طرق كتير انك تتعرف على هذا الكلام وان شاء الله يبقى في نصيب برضه نتكلم عليه. ايرورز كوميتد during field construction at job site ده اللي احنا بنقول عليه في الفيلد كونستراكشن المراقب بتاع الشغل اهمل شويه او اهمل يوم ولا اثنين وساب العمال يشتغلوا لوحدهم فحصل معاهم ايه؟ ايرورز اخطاء في الموقع بنوا الحته غلط خططوا بقى حاجه غلط سابهم من غير ما يراجع التخطيط مثلا بتاع حيطه ركبوا حاجات الكتروميكانيكال غلط عشان مثلا ما اتعلمتش صح ما اتعملتش صح وهكذا يعني فدي بقى ايه؟ الايرورز كوميت ديور الفيلد اوكستراكشن ساين ده طبعا احنا بنتكلم كله على دلوقتي على ايه؟ عشان ما اسرحش التايم كوست اوفر ران طبعا الايرورز دي هتخليني اكسر اللي انا عملته واجيب له حاجات ثانيه واعمله ثاني فبياخد كوست اوفر ران وبياخد ايه؟ تايم اوفر ران. ابلكيشن اوف كواليتي كنترول بيز اون فورم سبيسيفيكيشن. يعني انا ما اجيبش سبيسيفيكيشنز مش بتاعتي واطبقها عليا. ما اجيبش مثلا الامريكان كودز او البريتش كود او كان من الاخر واطبقه مثلا في في في, في مصر يعني مش طبقا للكواليتي سيستم بتاعي او طبقا للسبيسيفيكيشنز بتاعتي. يعني ما اجيبش حاجه غريبه عني واقول لا ده انا هطبقها لا انا بطبق الكود اللي واحد منطبق عليه في الـ في الـ في العقد. Controlling subcontractors by general contractors only in the execution of works. في 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 وقت التنفيذ المتحكم في السب في السب كونتراكتور السب كونتراكتور الجنرال كونتراكتور مش الكونسلتنت تقريبا يعني يمكن بعد فتره الجو لما يبقى الجو يوصل لمرحله بقى ان احنا كلنا عرفنا بعض كويس قوي وبنشتغل فعلا تيم مع بعضنا ممكن 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 انما عاده لما انا اي اختلافات او اي احتكاكات يبقى اللي بيشغل السب كونتراكتور مين؟ الجنرال كونتراكتور عشان ما يحصلش يعني ممكن السب كونتراكتور يعمل كلاش مع الـ مع الـ مع الكونسلتنت خلي بالك لان عاده السب كونتراكتور بيبقى ما بيبقاش ويل ادوكيتد بيبقى باصص للايه باصص للي بيقبضه فلازم الكنترول بتاعه يبقى في ايد مين اللي بيقبضه اللي هو مين الجنرال كونتراكتور طيب هنا اهو the unavailability of financial incentive for contractor to finish ahead of schedule ان يعني لو احنا لو في الكونتراكت ما بين المالك الطرف الاول والكونتراكتور الطرف الثاني في انسنتيف انك تخلص يعني مشروع هو مدته مثلا سنتين هنقول لو انت خلصت في سنه ونص بس بالكواليتي وبكل حاجه صح الكوست صح انا هعمل لك انسنتيف هتاخد مثلا ايه 10% زياده بتتحسب وبتبقى احسن فلو في بند فيه انسنتيف بهذا الشكل طبعا دي بت ايه انما هنا بقول لك ان افيلابيلتي فطالما ما فيش فاينانشال انسنتيف انك تخلص اهيد اوف سكيدول يبقى انت برضو ايه يعني هو خلص بقى زي ما خلص لو الاقي حاجه فاهمين بس النيغوشيشن اند اوبتيننج النيغوشيشن اند اوبتيننج ذا كونتراكت طريقه اخدنا العقد في اساليب كتير قوي خصوصا هنا في الشرق الاوسط في امر مباشر بقى في مناقصات في ممارسات في حاجات طرق كتيره للنيغوشيشن باخد العقد ده ازاي في امر مباشر يعني امر مباشر دي شفناه من زمان يعني في مؤسسات كتير بتدي امر مباشر من اول خلاص وتقول له كذا كذا والاسعار كذا 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 يلا في ايد سلطه انه يدي امر مباشر وانا اشتغلت الكلام ده كتير يعني زمان برضه زمان قوي خلاص يعني اخدت العقد ازاي؟ ده الامر المباشر ده اجمل حاجه بالنسبه للمقاول يعني طبعا باخد الاسعار اللي هو عايزها هو يعمل تحليل اسعار بقى ويعيش يعني legal disputes between various parties in the construction project. الايه الخناقات القانونيه ما بين الاطراف في الموقع يعني عشان كده دلوقتي المسائل القانونيه بيبقى فيه عاده اللي هو زي ما قلنا الكونتراكت مانجر
عادتنا بيبقى مهندس دلوقتي، وعادتنا بيبقى مش مجرد ان هو دارس فيديك مثلا او دارس كونتراكتس معينه او وهكذا، لا بيبقى دارس الحقوق وياخد دراسات وياخد في اربيتروس كبار وفي دي. فده ده موضوع جميل يعني، ودي من اوائل الحاجات برضو اللي ايه ربنا يسرها لنا يعني في شبابنا يعني. الليجال ديسبيوتس بين فيريس بارتس وكونستراكشن بارتس، لازم تبقى ايه الشغل الحاجات القانونيه هامه جدا هامه جدا. سوشيال اند كالتشر فاكتورز اللي هو العناصر اللي هي خاصه بالسوسايتي المجتمع وبالايه وبالثقافه. يعني زي ما قلنا برضو انت في انترناشونالي انت ممكن يبقى معاك فلبينيين وهنود باكستانيين وعرب، يعني ديفرنت كالتشرز في لهم سوشيال كالتشرز يعني لهم مجتمعهم. يعني الفلبينيين مثلا له طريقه معينه لزاز يعني في تعاملهم الشخصي مثلا بتكلم يعني مش احسن المصريين لا، بس لهم طريقه يعني طريقه معينه. الهنود لهم طريقه معينه في التصرف مع بعض، في كالتشرز بيبقوا هم اجريسيف مع بعض وكويسين مع الخليجيين. فيبقى انت لازم تبقى عارف ايه السوشيال كالتشرز كالتشر فاكتورز لطبيعه الناس اللي شغاله معاك، سواء ان هم في من ضمن التيم بتاعك بتاع البروجكت مانجمنت او في العماله اللي عندك في الموقع. ترافيك كنترول ريجوليشن براكتايزد ان ذا سايت اوف ذا بروجكت. انتوا لو فاكرين لما كنا بنشتغل على السايت اللي احنا عملناه بتاع الجامعه اللي احنا عملناها في جنوب السعوديه، الترافيك كنترول ان احنا قلنا مثلا كان في خط سير وان واي من الاول للاخر، ما فيش حاجه اسمها عربيه في وشي او حاجه جايه في وشي، لا ده وان واي يبقى اذا اتجاه واحد. فايه فالترافيك كنترول ريجوليشنز مهمه جدا في السايت اوف البروجكت. السرعه لا تزيد مثلا عن يعني توصل ل 30 احيانا، لكن كل ما كانت السرعه محدده وماشيه والناس ملتزمه مش لاقي سكه فاضيه اجري، لا الناس عامله حسابها ان هي ايه مكان سيف وبسرعه بطريقه معينه. هانت انكواليفايد سب كونتراكتور، ان انا ككونتراكتور السب كونتراكتورز بتوعي ما هو ما هماش كواليفايد، لا جايين بقى ايه لان اسعارهم اقل، لان هو صاحبي، لان هو حبيبي، لان هو شغال معايا من زمان، يا طبيعه المفروض اه جديد عليه وما اقدرش اعملها، لكن انا جايبه عشان حبيبي وصاحبي وعايز يرزق، مفيش حاجه اسمها كده. انا ككونتراكتور لازم اجيب سب كونتراكتور كواليفايد معايا، مش اي حاجه بقى، مش مفيش مكملات يعني. بور اورجانيزيشن اوف ذا كونسلتنت، ودي من اخطر الحاجات اللي موجوده ان الكونسلتنت يبقى ايه الهيكل التنظيم بتاعه او التنظيم بتاعه مش ضعيف ضعيف. يعني زي ما قلنا في حاجه اسمها لاين اوف باور، يعني مش موجوده في كتب، يعني دي خبرات الحياه، ان لازم الكلاينت لو انت عندك سيستم كامل الكلاينت لازم الطقم بتاعه يبقى اقوى من البي ام او، هنحصل البي ام او كمان، البي ام او لازم يبقى اقوى من الكونسلتنتس واقوى من الكونتراكتورز. طيب الكونسلتنت لازم يبقى اقوى من الكونتراكتور، الكونتراكتور يبقى اقوى من السب كونتراكتور. مش قوه بدنيه يعني، مش هنتخانق يعني، انا بتكلم على التكنيكاليتيز. ليه بقى؟ لان حتى في مبدا كده في شركات المقاولات يقول لك ايه، لو لقيت المقاول الكونسلتنت ضعيف والمالك ضعيف مش هنعلمهم، شوف هم عاوزين ايه واعمله لهم خلاص. طبعا الكلام ده يعني ما نقدرش نعترض عليه مع حد، لان يعني فاهمين يعني دي حاجه نقطه، يعني ان المفروض ان في مواصفات في اتفاقات في حاجات خلاص. اورجانيزيشن اوف ذا كونسلتنت ايرورز انسايت لي اوت بلاننج، يا سلام ده اللي اتكلمنا عليه كتير كده، وقلنا ده من اهم الاسباب بتاعت التاخير، ان الكونسلتنت لما جاي يصمم المشروع ما صمموش على الواقع، يعني لازم يعمل رفع مساحه دقيق جدا، لازم يعمل دراسات مروريه، لازم يعمل دراسات بيئيه قبل ما يعمل ديزاين، مش عليه يعني. لو هي مش معموله اصلا، لو الاونر او البي ام او ما عملش الدراسات دي قبل الديزاين، او بتكلم دلوقتي على الايه
الايرورز سلايتلي اوت بلاننج. يعني سلايتلي اوت بلاننج في يوم كنا بنتكلم عليه برضو في برزنتيشن قبل كده، ده لازم يبقى معمول مش عايز اقول بالسنتي. يبقى انا داخل الموقع سبب نجاح ان انا الرسم اللي عندي في دي 15 متر و26 سنتي، يعني 15 متر و26 سنتي اون سايت. لما اجي كمقاول اعمل الشوب دروينج الاقيه زي ما هو في الديزاين. طبعا الكلام ده مش بقول ثيوريتيكال، بس طبعا في ناس كتير مش ايه ما بتطبقوش ما بتستوعبوش. لما كل مكان زي ما قلنا، زي ما النجاح اكوميليشن زي ما الخطا اكوميليشن، ماشي، الاكسيدنت ديورينج كونستراكشن طبعا بيزيكلي بتبقى من ايه؟ من الباد سيفتي. عقبه صغيره واحد بس ممكن يولع لك الدنيا. شده على 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 على, على حيطه مثلا، سكافولدنج ولا حاجه، لو يعني دي لازم قبل ما يطلع عليها في الجرين تاج بتاعها، لازم بتاع السيفتي يحط عليها جرين تاج ويصرح ان هو تطلع عليها، يتحط عليها الريد تاج ويقفلها. يعني السيفتي زي ما بقول سيفتي فيرست، يعني سيفتي فيرست ده مش لعبه. الاكت اند كونستراكشن اللي طالع يشتغل متعلق فوق ده مش لابس سيفتي هارنس، ده بيتعرض لاخطار كتير. للاسف في مناطق كده جدا بتعتبر ان السيفتي دي اكسبنس. انا بقول لكم لا، السيفتي is an investment. The quality is an investment. خلي بالك. التريننج is an investment. خلي بالك. And what more؟ دايما السؤال ده موجود وبحطه دايما في ايه؟ في البرزنتيشن عشان ايه؟ ويلكم زمايلنا واصدقائنا واساتذتنا اللي حاضرين معانا واولادنا واحفادنا. لو في اي حاجه عدت عليه وشاف ان هي احد انواع الكوزز اللي بتعمل كوست اوفر ران، موست ويلكم. وانا جاهز اسمعها على الملا وهضيفها قدامه على البرزنتيشن على الملا، وهبقى سعيد جدا بيه وهشكره شكرا جزيلا. طيب being or required quality، احنا ايه ملي خلاص خلصنا. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فاضل خمس ست سلايدز بس ايه بسرعه. يعني quality of the project is the predetermined quality. يعني مش الكواليتي بقى، يعني في حاجه اسمها gold plated، ان انا اعمل اكتر من الكواليتي المطلوبه، هذا كلام مش صح. الكواليتي اللي هي ايه؟ المتفق عليها. يعني انا متفق ان انا هعمل مثلا الدهان مثلا بياض تخشين عادي، ما اروحش اجيب مثلا حاجه مستورده بقى، ولا عشان اعمل ايه بياض او دهان حاجه فوق اللي انا متفق عليه. لا لا. Project quality system is responsible for inspection and testing quality of the project. الكواليتي سيستم في ايه؟ inspection and test plan for inspection and test quality. فده مش 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 لا مش هزار. يعني inspection and test plan ده وخطر جدا. يعني في ناس تروح يقول لك ايه، انا اعمل داونلود واقدمه، انا بقى اروح للمهندس يعد عليه الكلام ده كله واخد inspection and test plan واقدمه، ده ممكن يبقى اعلى من الشغل اللي انا اللي عندي، وممكن يبقى اقل من الشغل اللي عندي. في الحاله اللي هو اعلى من الشغل اللي عندي هتكلفني طبعا كتير، لو هو اقل من الشغل اللي عندي هطلع الكواليتي مش متفق عليه. الكواليتي تيست بلان لازم يدرس بعنايه. انا مش بقول لو عندي سبيشال تيست بلان لمشروع ما استخدموش، لا، استخدمه واقيفه واظبطه واحطه طبقا لظروف المشروع والعقد المشروع والمواصفات بتاعت المشروع. كواليتي از كنترولد باي. الكواليتي بقى كنترولد باي مين؟ الدايركت انسبكشن اللي هو الايه؟ انسبكشن دايركت. انا بستلم نجاره، بستلم حداده، بستلم دهان، بستلم بياض، يعني كل حاجه اللي هي الدايركت انسبكشن وده موجود في الانسبكشن اساس بلان. تيستنج رو ماتيريال. الرو ماتيريال لازم تعمل لها تيستنج. بمعنى ايه؟ يعني انا جاي لي مثلا من بره مثلا اي حاجه، هنتكلم على اسهل حاجه بتجينا في الكونستراكشن، الخرسانه. الخرسانه جاياني، العربيه بتاعتي اللي جاياني كي عندي، اول حاجه بعملها ايه؟ بعملها السلامب عشان اتاكد ان هي السلامب بتاعها كويس. بعملها المكعبات، بشوف يعني ايه درجه الحراره، بشوف المده اللي جايه فيها، هل هي وذين التايم المطلوب ولا لا. فدي ايه؟ تيستنج الرو ماتيريال.
تستنج رول ماتيريال، انا عندي طوب مثلا. انا بتكلم حاجات اللي هي الواضحه يعني. الطوب ده لازم يتعمل له ايه؟ تيست، لازم يتعمل له تاخد سامبلز وتبعت للمعامل وتاخد الكراشنج بتاعه والكلام ده كله. عندي حديد، الحديد باخد بقى السامبلز، بكون ما بتروح المعامل بقى يتعمل لها ايه؟ التنشن والبندنج والكلام ده كله الاول والاخر. فالرو ماتيريال كلها لازم تعمل لها ايه؟ تيستنج. ودي بيبقى موجوده في الانسبكشن اند تيست بلان. عشان كده الكيو اي كيو سي برضه It's not an expense, it's an investment. Testing the final product. يبقى احنا قلنا الدايركت انسبكشن ده للبروسيدور والعمليات الموجوده، الرو ماتيريال في الاخر ايه؟ الفاينل برودكت. انا عملت الاثنين دول وجينا في الشغل في الكلام ده كله طلع لي ايه؟ فاينل برودكت مش not in according not according to the to the to the required. طلع لي الفاينل برودكت مش حلو. انا جبت خرسانه وعملتها وصبيتها، حررتها كويسه والاستامب كويس وكل حاجه فيها كويسه والتايم بتاعها كل حاجه، وعملتها وصبيتها، ولما جيت اعمل الفاينل تيستنج بقى بتاعها بعد مثلا 3 ايام او 7 ايام او 28 يوم لقيتها ايه؟ اقل من المطلوب. ده دي مشكله كبيره. فلازم ان انا ايه؟ دي اللي هو الايه؟ الكواليتي كنترول بتاع ايه؟ الريكوايرد كواليتي. طيب بينج اور ريكوايرد كواليتي كوزز اوف كواليتي ديفيشن ان ذا بروجكت. الكواليتي بتختلف ليه في المشروع؟ هناخدها كده واحده واحده. الاول المانيفاكتشرنج تشينج، يعني ايه؟ ان يتغير الديفيشن في ايه وهي بتتصنع. تشينج اوف ذا ميثود اوف مانيفاكتشرنج اللي هو إيه؟ تغيير طريقه الصناعه. بتصنع بشكل معين، اتغيرت طريقه الصناعه، فطبعا ده ايه؟ ده هيغير، ده هيعمل ديفيشن من ايه؟ في الكواليتي. المانيفاكتشرنج ايرور made during manufacturing، ده غلط موجود وقت الصناعه. manufacturing omission made during manufacturing، omission يعني الغاء، يعني لغى حاجه في الـ 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 هو بيعمل التصنيع، بعمل تصنيع مثلا زودت ماتيريال عن المفروض تتحط عليه، قللت ماتيريال هنحط عليه، فدي بقى ايه؟ made during manufacturing. يعني لو انا الخرسانه بتاعتي انا بحط عليها مثلا بحط عليها نسبه معينه سوبر بلاستيسايزر مثلا عشان تاخد تشد تشك بسرعه وعشان ايه؟ توصل للسوبر بلاستيسايزر، بتعلي الستريس بسرعه، ما اتحطتش، فدي ايه؟ بتبقى غلطه يعني ايه؟ during manufacturing. design change improvement revision modification improvement. لو في design change او تصحيح، غيرت كاميرا، غيرت بلاط، غيرت عمود، اتكلم برضه على الحاجات الواضحه قدامنا. انه في كل مجال في هذا الكلام، ده بما فيها الاي تي بروسس، خلي بالك. يعني التشنجز دي لما اجي اتكلم عليها اطبقها هتطبق على موضوع اي تي، هتطبق على موضوع صاروخ فضاء، هتطبق على اي حاجه. الديزاين تشنج مانيفاكشرنج انشيتد باي مانيفاكشرنج. اتغير الديزاين بتاع الايه؟ التصنيع انشيتد باي ايه؟ مانيفاكشرنج. طيب design change site and the required to site conditions. يعني في site condition احتاجت ان انا بغير الديزاين. انا دخلت الموقع وهعمل الاساسات اساسات منفصله، بعمل الاساسات بتاعتي اللي مش ممكن تستحمل. بروح اعمل ايه؟ بعمل ريديزاين طبقا للسايت كونديشن واحولها للبشه واخد الموافقه عليها. قد تكون لبشه ما تنفعش، انا واخدها لبشه واللبشه على 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 على, على, على طريقه معينه. دي عادة بتبقى الحاجات دي كلها بتبقى في ايه؟ في البيزيكلي في الاساسات. ممكن ديزاين تشينج يحصل من تغيير كونسبت معين في دماغ المالك ودماغ الاستشاري. فدي ايه؟ ريكوايرد دو سايت كونديشن. ديزاين تشينج اونر انشيتد باي ذا اونر، الاونر عايز يغير حاجه عايز يعمل حاجه. ديزاين تشينج بروسس انشيتد باي ذا اوبريشن او بروسس، يعني البروسس نفسه اللي بيتعمل في السايت. مثلا في حاجات كتير في الكونستراكشن كتير قوي. يعني احنا مثلا بنشتغل مثلا بنعمل عمدان عاديه. العمود العادي بنعمله ازاي؟ بنعمل مثلا ثلاث جوانب بطول، وبعدين بنعمل نحط نركب الحديد عليه ونربطه، وبعدين ايه؟ نركب الوش الرابع، وبعدين نقويه ونظبطه بقى ونعمله عشان خاطر نصب في حاجه ثانيه. انا ممكن اخلص العمود اسقطه في مكانه الحديد بونش، اركبه بره خالص، وده عادي يعني، ده مش معجزه ولا تكنولوجيا جديده ولا حاجه، دي من زمان خالص.
بعمل الريفورسمنت بره كده مظبوط 100% واسقطه في مكانه واعلمه احطه صح، واعمل انزل الشاتر بتاعه حواليه، او من الاول احط الشاتر واحط العمود جوه ما يمنعش. يعني ان انا في تشينج في البروسيس نفسه طبقا للكونستراكشن مانجر، ودي طبعا طبقا للايه؟ للكونستراكشن بلان اللي انا بعمله. ديزاين تشينج في الفابريكيشن شيت باي الفابريكيتور اللي هو الصانع نفسه اللي بيصنع الحاجه حصل عنده تشينج. ديزاين تشينج الانون بقى انون سورس انيشيشن دي مشكله. لا طبعا هيجوا اخر، مين قال يا اخوانا تعملوا كده؟ مين قال غيروا كده؟ كل الناس تقعد تبص لبعضها، وطبعا اللي كان متسبب في هذا الكلام هيعمل نفسه يعني ايه من بنها زي ما بيقول. استغفر الله العظيم يا رب، مش قصدي والله، انا بتوع بنها بحبهم جدا، بس يعني ايه كلمه دارجه كده في الكونستراكشن مش حلوه، ما بحبهاش يعني. فيعني ايه عنون سورس اوف انشيشن، يعني تقول ايه الله، هو مين اللي قال لي؟ هو الاستشاري اللي قال لي ولا المالك ولا مين؟ عشان كده اوعى وانت مهندس مقاول تعمل اي تشينج، اوعى مختلف عن الرسومات او مختلف عن المواصفات او مختلف عن اي حاجه الا بريتن ستيتمنت جاي لك من مين؟ يا من الاستشاري يا من المالك. طيب ما جالكش تطلع على مكتبك على الكونتراكت مانجر او على التكنيكال اوفيس او على ايه الكونستراكشن مانجر، حصل عندي كذا 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 ومطلوب مني كذا كذا كذا، خطاب فوري للاستشاري وللمالك during the site visit تاريخ كذا 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 kindly note that this change أو this كذا 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 has the following implication. Number one كذا 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 هيبقى في كذا في التايم. Number two كذا 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 في الكوست. Number three كذا كذا في المان باور. يعني تحط كل implication عشان الموضوع التشينج اللي حصل معاك، يبقى انت كده ايه ضغطت نفسك، لازم يرد عليك قبل ما تشتغل. يعني دي مش يعني اغلب الكليمز واغلب المشاكل اللي بتحصل في اي موقع واغلب الاشكاليات اللي بتحصل في اي موقع بتحصل من حته. Causes of quality deviation in the project design error. Error made during the design. عشان كده انت كمقاول للاسف دي حاجه هي غلط، يعني ان زي ما العقود يعني هنا في 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 في, في المنطقه يقول لك يعني ايه المقاول مسؤول عن التصميم كما لو كان مثلا هو اللي عمله. ايه هو في كده؟ يعني انا جبت استشاري واخد مني كم 100,000 جنيه ولا كم 100,000 دولار او كم 100,000 استرلين وعمل لي ديزاين اشيلها المقاول؟ طب بكام وليه وازاي؟ يكون عامل ايرورز ويلبسها المقاول وبعد كده تقول له لا ده انت كان المفروض تراجع. فدي طبعا نقطه يعني ايه تضحك بالنسبه للي بيشتغلوا واللي خدوا خبره في هذا المجال. فالديزاين ايرور دي برضه دي بايخه، بس يعني برضه دي عن خبره وعن تجربه. لما تدخل في حته وتلاقي ان السوبرفايزر اللي عندك مستواه مش عالي والكلاينت مستواه مش عالي، معلش مع احترامي لكل الاطراف، انا بقول دلوقتي المقاول هو اللي بيبقى الخسران الاكبر او الكسبان الاكبر. خلاص؟ ما تتعاملش على الاخطاء. بمعنى ايه؟ انا شايف ان الديزاين بتاعي فيه غلطات، لازم اعمل ريديزاين واقدمه بمنتهى السرعه بمنتهى السرعه، واعمله بشكل مختلف جدا وبشكل عادي جدا واقدمه واخد عليه ابروفل، وابين الاخطاء اللي مظبوطه وابين كل حاجه مظبوطه، وما بنيش حاجه على خطا، لان لو اتبنى على خطا هيمشي الخطا. عشان كده النهارده التكنيكال اوفيس من اخطر ما يكون في اي شركه او في اي مشروع. خلي بالنا بقول تاني، انا على فكره انا الريفت ما اتعلمتوش، ولا انا عارف ان هو موجود من 2006 2007، لكن ما اشتغلتوش ما اعرفوش يعني من الاخر كده، لكن اعرف ان له دايمنشنز ومرتبط في كل حاجه. انا كبروجكت مانجر عارف لغايه دلوقتي، بتمنى ان انا يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله اذا في عمر ان شاء الله هنحاول برضه ندخل في الديفرنت دايمنشنز. الحاجات التكنيكال ماشي معايا، انا اصلا
ديزاينر زمان، الحاجات البلاننج برضو اتس اوكي، يعني في حاجات كتيره جدا، يعني في حاجات بالدوكمنت كنترول، يعني الايتس بس كبيم مانجمنت دي من اجمل الحاجات اللي موجوده دلوقتي ومن احسن الحاجات اللي تضمن لك نجاح المشروع. ديزاين اوميشن ميد ديورنج ديزاين، يعني وعم بيعمل ديزاين اتلغت حاجات فدي بتؤثر. خلاص الاوبرابيلتي تشينج تو انكلود اوبرابيلتي، انا وانا بعمل اوبريشن اون سايت في حاجات غيرتها. فيعني فايه يعني ايه؟ لو انا كمقاول، يعني دي بقى قوه المقاول بقى، عشان كده المقاول لازم يبقى قوي برضه. يعني المفروض ان الشاري يبقى قوي اقوى من المقاول، يعني ده اللاين اوف فورس اللي انا بقول لكم عليه. ده على فكره ده برضه مش ناس كتير بتقوله، او ناس كتير يعني ما اظنش، انا ما شفتوش في كتب يعني الحقيقه، بس انا دي حاجه من الحاجات اللي انا يعني ايه في during my life حسيت ان لازم تبقى ماشيه كده. فالمهم الاوبرابيلتي تشينج تو امبروف اوبرابيلتي، اللي هو تحسين التشغيل، حاجه عايز تتعمل قبل حاجه وهكذا. يعني الدنيا اختلفت دلوقتي، حاجات كتير قوي بتتعمل في النجاره، في الحداده، في اي حاجه ممكن اغير الاوبريشن بشكل معين واغير الديتيلنج بشكل معين عشان الاوبريشن بتاعي يبقى احسن ويبقى اسرع ويبقى ايه يعني بوصل لاوبتمايزيشن للكوست والتايم والكواليتي. الفابريكيشن تشينج دورينج فابريكيشن، لو انا بصنع بتحصل اخطاء وانا في الموقع، وانا مثلا بقطع الحديد قطعت حاجه غلط، مثلا بعمل اشاير بتاعت عمدان او حاجه قطعتها غلط، سواء اطول او اقصر، او اطول ماشي زي بعض انما اقصر، دي مشكله كبيره. هضطر نرجع بقى للحام، بقى نرجع للحلول، نرجع لحاجات خلاص اسمه ايه ده لجوينتس. الفابريكيشن ايرور دورينج الايه الفابريكيشن. طيب الفابريكيشن اوميشن دورينج فابريكيشن، يعني اثناء التشغيل، يعني شايفين الموضوع ماشي ايه، الاول الماتيريال وبعدين فابريكيشن وبعدين ايه التشغيل. فابريكيشن اوميشن اللي هو ايه الغاء دورينج التصنيع دورينج فابريكيشن. خلاص الترانسبورتيشن تشينج تو ميثود اوف ترانسبورتيشن، يعني انا وانا بنقل الحديد او انا بنقل الخشب وانا بنقل اي حاجه اضطريت ان انا مثلا حديد جاي اطوال اتني، وده مش صح دلوقتي بالنسبه للحديد اللي هو الهاي تنسايل مثلا، وهكذا. يعني حاجات كتير ممكن تتغير في الترانسبورتيشن. الترانسبورتيشن ايرور الميثود اوف ترانسبورتيشن، يعني طريقه الترانسبورتيشن، ممكن انا جاي مثلا الطوب بتاعي مثلا محمله، يعني جاي مثلا طوب اسمنتي وحطه عادي راسه على على تراك عادي وشايله وجاي ماشي بيه، طبعا ثلاث ارباع هيتكسر وهو ماشي او مش هيتكسر، هو ماشي في طرق مش مظبطه. غالبيه الطوب المحترم النهارده بيجي على طبليه وبيجي متشمبر كويس في الاتجاهين وجاي، يعني ايه ما فيش حته فيه متحركه. فالترانسبورتيشن اورا دي ايه مهمه جدا، يعني الترانسبورتيشن اوميشن ايه اوميشن يعني ايه لغاء حاجه في الترانسبورتيشن باعتقاد ان هي توفر او الى اخره. احنا دلوقتي في اخر 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 خلاص 1 2 3 انتهينا، يعني فاضل سلايدين. هي الساعه بقت كام؟ اتاخرنا النهارده شويه. ما احنا ما كل مره بنقول كده انتوا بتفتحوا نفسنا بقى. Satisfying project goal profit goals. Profit of the contractor is a very important criteria to indicate the project success. مكسب المقاول ده عامل مهم جدا 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 لنجاح المشروع. في نقطة احنا بنقولها برضو، اللي هو في ناس مش عايزة تنتهي النهج بنهج علمي، ودي ما بنقوله لهم يا اخوانا ده انا كسبان 15% في المشروع وتمام، فدي ما بنقول لهم ايه؟ اعتقد الكلام ده قلناه برضو في الانتروداكشن قدام. انت مين قال لك انك كان ممكن تكسب 25% مش 15؟ لو انت دارس صح هتعرف ان انت ممكن تكسب 25% من الاول، انما لو انت خدتها كده يلا هتكسب 15. ال 15 انت بتعتقد ان هي ده مكسب، لا كان مكسبك انت مش فاهم قصدي ازاي. يعني زي زمان حتى كان اي مقاول يحلف يقول لك والله خسرانه. ليه خسرانه؟ لان هو حاطط ان هو هيكسب مثلا 25%، هو كسب 20، فايه خسرانه عن ايه كان متوقعه ويحلف فاهمني طبعا. فالمهم يعني ايه ان البروفيت اوف ذا كونتراكتور از فيري امبورتنت كرايتيريا ان تو جيت ذا بروجكت سكسس بالنسبه له. ذا جروس profit is commonly measured by the difference between
the total income and the total expense incurred in all the time period agreed upon the project contract. Inflation must be taken into consideration for determining the profit of the project for the contractor. يعني بمعنى ايه؟ لو انا عندي مشروع في حاجه اسمها البريزنت تايم اوف بريزنت فاليو اوف ماني، ده في الفاينانس برضه ربنا ادانا عمر ممكن برضه نخش فيها ونتكلم عليها، وفي الفيوتشر تايم فيوتشر فاليو اوف ماني. يعني انا النهارده انا معايا 1,000,000 جنيه النهارده، الفاليو بتاعتها قد ايه؟ 1,000,000 جنيه صح؟ طيب انا حطيتها في شغل وبعد سنه بقت 1,100,000، هل انا كسبان؟ ها في رد؟ انا ممكن اقول خسران. ليه؟ في حاجه اسمها انفليشن. انفليشن بتاعي ممكن 15 16 زي ما يطلع في المية، يبقى انا لو كسبت 100,000 جنيه انا فاكر ان انا كسبت 10%، لا انا ما كسبتش 10%، انا خسرت. يعني قيمه فلوسي اللي هي في ايدي دي باستخدامها المفروض في كوست بتاع لما باجي اعمل الكوستنج اتكلمنا عليه برضه قبل كده، بحط كوست للفاندنج، يعني اعتبر ان الفلوس دي جايه من حته غريبه، يعني جايه فاندنج من المؤسسه، لازم احط له كوست اوف فاندنج، ولازم احط الانفليشن كوست، وخصوصا لو المشروع عندي طويل، لو حاجه مثلا 3 4 سنين، لان الانفليشن ده بيضيع الدنيا، والايه والفاليو اوف ماني ليها مثلا طريقه للحسابات بالنسبه للفاينانس، في ايكويشنز يعني لها كده بتتظبط وتتعمل. فايه دي ده احد البروجكت جولز، ان المقاول ما يفرحش ان هو يقول انا كسبت 10%، انا كسبت 7%، لا يا حبيبي ده خلي بالك هو لو قال 7 10% من المشروع ممكن تبقى كويسه قوي. انا بتكلم على الراس المال اللي حطه، يعني لو حط راس مال وشغله في مشروع وشغل في الاخر طلع انه كسبان 10% من راس ماله اللي حطه، ده خسران قطع قبل ما احسب اي حاجه وقبل ما ابتدي في حاجه. وصلت الرساله؟ طيب هاو تو جيت سكسسفل بروجكت، يوز ا مالتيبل فاكتور بروجكت، يعني استخدم مالتيبل فاكتور بروجكت، ان البروجكت عندك عنده ايه فاكتورز كتيره، يعني تحط كل الفاكتورز اللي اتكلمناها دي انت كونسيدريشن، نحاول ما ننساش نقطه من النقط دي. طبعا دي من اشهر وابسط المحاضرات من وجهه نظري، يعني لانها كلها يعني ملموسه، ما فيهاش ايكويشنز، ما فيهاش حسابات، لكن النقاط اللي فيها مهمه جدا، لو كل واحد قاعد بقى ويسمعها ويكتبها ويحطها انت كونسيدريشن ويحطها انت كونسيدريشن، صدقوني ما فيش مشروع هيبوظ منه ولا هيخسر منه ولا هيحصل حاجه باد منه. وكل الكلام برضه اللي بنقوله مع بعض هنا كلام مفيد جدا جدا جدا، وكل انا بكلمكم دلوقتي احنا نعتبر اخر محاضره في الايه؟ في الفيرست ليفل من اول 60 ساعه 60 ساعه الاولانيين يعني. فان شاء الله هنكمل مع بعض، نكمل مع بعض عشان نوصل، يعني انا شايف ان مش اقل 120 130 ساعه، بس احنا مع بعضنا يعني لغايه ما تزهقوا مني. Think strategically early in the project life cycle. يعني في حاجه اسمها strategic strategy، في حاجه اسمها ايه؟ ال tactics. يعني ايه؟ ال strategic management والtactics management. بمعنى ايه؟ strategically بتبقى عادة، يعني استراتيجيكلي دي في المؤسسات في العلوم الإدارة بتبقى لما هو مدته 5 سنين وأكثر، لكن هي بتستخدم لحاجات لما يبقى عندي هدف استراتيجي. ممكن الهدف الاستراتيجي بتاعي مثلا 4 سنين، يعني أنا مثلا همسك رئيس مجلس إدارة شركة أو معرض إن أنا أبقى مثلا فأنا ليا خدمة 4 سنين في الحتة دي أو في المكان ده، فانا اعمل استراتيجيه ل4 سنين بتوعي، عايز احقق كذا 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 كذا، الشركه بتاعتي انا واخدها النهارده بشكل معين، انا بتكلم على الاداره ايه عامه يعني مش بتكلم على البروجكت. فالثينك استراتيجيكلي سواء في الشركه ككوربريت او سواء في المشروع، يعني لو مشروع يبقى له استراتيجيكلي، يعني ايه؟ يعني ليا اهداف كبيره early in the project life cycle، يعني في اول المشروع في الدراسات العليا خالص
لازم يبقى لها استراتيجيه، ان انا حافظ المشروع ازاي بطريقه ايه و و و الى اخره، كل حاجه تبقى واضحه ومحدده. خلاص استراتيجيك مانجمنت ده هام جدا، وهو برضه متخصصين فيه عشان تعرفوا مدى الصعوبه النهارده، ان كل حاجه فيها تخصص موجود دلوقتي، وكل حاجه العلوم وصلت فيها لقمه. وعشان كده انا بقول لكم دايما هام جدا ان مدير المشروع لا يقف في مكانه ولا يقول انا بقيت عالم ولا علام ولا بنفهم. يعني انا على فكره انا في شباب وبيقعدوا بيحضروا معانا المحاضرات دي اساتذتي، اساتذتي فيما يخصهم، يعني بلانرز، يعني انا كان معايا بلانر انا كنت واخده معايا في فتره استاذ يعني، لغايه دلوقتي عشان يقول لي استاذي، فانا ببعت اوراد عليه اقول له ده انت الاستاذي. انا النهارده بقى بلاننج مانجر مستوى عالي جدا 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 جدا، وانا بقعد مع اسف اتعلم منه. ابني حفيدي بقى اما بقى او حاجه على الكمبيوتر او على اي حاجه، الحقني يا ياسين تعالى، وقلت للناس ربنا يبارك فيه عقبال تشوفوا احفادكم. يعني ما نتكسفش وما نحركش ان احنا نسال ونعرف العالم النهارده المتغيرات اللي فيه سريعه جدا والتخصصات فيه كتير جدا، وده من محتاجين ان احنا ايه نعرف ونتعلم ونتابع ونعمل كونتينوس امبروفمنت لنفسنا، ويا رب بس ايه نحافظ على هذه الروح ونفضل كلنا بيها لغايه يعني ايه ما يعني قضاء الله يعني يحدث. يعني think strategically early in the project life cycle، احنا لازم نفكر في استراتيجيه صحيحه في اول البروجكت لايف سايكل. think more tactically as the project moves towards forward in time، يعني انت التفكير الاول بيبقى ايه؟ بيبقى استراتيجيكلي، وانا ماشي بيبقى تكتيكالي بقى. بمعنى ايه؟ يعني في تاكتكس، تاكتكس اللي هي ايه؟ اللي هي مرتبطه بالايه؟ بالاوبريشن او مرتبطه بالبرودكشن. في تكتيكات بقى انا هشتغل مثلا بشكل فلاني، اجيب الماتيريال من الحته الفلانيه، اللي هي الديتيلز بقى بتاعت الايه؟ الفكر الاستراتيجي الاصلي. الفكر الاستراتيجي الاصلي ان انا مثلا هشتغل كل الخامات، كل المعدات، كل حاجه من عندي صناعه محليه مثلا. خلاص؟ وانا بشتغل في تاكتكس بقى. دي هجيبها من هنا، دي هجيبها، دي هجيبها من هنا. يبقى كل ما المشروع بيمشي الاستراتيجي دي تتحول ايه؟ الى تاكتكس. كونشنسلي بلان فور اند كوميونيكيت ذا ترانزيشن فروم ستراتيجي تو تاكتكس. يعني انت بتغير لكن تبقى في كوميونيكيشن مظبوطه وصح لما تيجي تنقل ما بين الايه؟ استراتيجي تو تاكتكس. خلاص؟ طيب ميك استراتيجي اند تاكتكس ورك فور يو اند يور بروجكت تيم. انت ما تخدمش الاستراتيجي ولا التاكتكس، انت تخليهم هم الاستراتيجي والتاكتكس دي تخدمك انت وتخدم التيم بتاعك. يعني مش يعني مش انت مش انت مش عبد عند الاستراتيجي ولا التاكتكس، لا ده هم اللي تولز في ايدك. كوز اوف بروجكت فيلر، اعتقد دي اخر 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 سلايد، ودي انا غالبا بحطها في برزنتيشنز كتيره قوي لانها هامه جدا ومبسطه جدا مبسطه جدا جدا جدا. الكوز اوف بروجكت فيلر اول حاجه بلاننج was based on insufficient data. أهم نقطة، أنا عامل التخطيط بتاعي على داتا مش كافية. فدي مصيبة. وزي ما قلنا زي ما النجاح كيوميليتيف زي ما الفشل كيوميليتيف. لو بدأت ببلاننج based on insufficient data أنت كل المشروع بتاعك ضاع. ومفيش بلانر يتعوج يقول ده أنا بقى فاهم كله وأنا اللي عارف كله وأنا محدش يكلمني وأنا محدش يعملني. هذا كلام تعرف إن هو بلانر إيه؟ مش محترف. البلانر المحترف صدره واسع وبيسمع الناس كلها وبيتابع مع الناس كلها وبيحط وجهه نظر العامل اللي شايل الخشب او التراب على كتفه عشان يعرف الريس شكلها ايه والشغل شكله ايه، ما يتحركش من كده. بلاننج واز دان باي بلاننج جروب اونلي، ان البلاننج اتعمل ببلاننج جروب بس، يعني كلهم بلانرز. انا في مشروع كل اللي قاعدين معايا بلانرز، لا لازم الطقم اللي شغال معاه
لازم يشتغل الكونستراكشن مانجر، البروجكت مانجر، الفاسيلتي مانجمنت، الاتش اس اي، كل الناس اللي هتشتغل في المشروع لازم يكونوا موجودين معاه في وضع البذره الاساسيه بتاعت الحسابات. ساعه ما ياخد الكلام ده كله ويحطه بقى على ياخده خلاص فاهم، ودي طبعا البلانرز عارفين الكلام ده وعارفينه كويس قوي، ان انت بتحدد الاكتيفيتي بريك داون، بتحدد الاكتيفيتيز، بتعمل ريليشن بين اكتيفيتيز، الكلام ده كله واخره، دي ما حدش يقدر يعملها غير بلان خلاص. بس الداتا بقى اللي هتتحط للكلام ده كله، الدوريشنز والعلاقات، لازم يخش فيها ناس بتشتغل. مقاول دخل عند النقطه دي ماشي مع مقاول، ماشي مع حاجه ثانيه، ستارت تو ستارت او فينش تو ستارت او فينش تو فينش، فلازم يبقى الحاجات دي كلها متربطه مع بعض، كل اكتيفيتي متربطه مع بعض في شكل عملي وبشكل واضح وبشكل مختلف. بروجكت استيمتس ار ميد اوف اون هيستوريكال داتا، الاستيمتس معموله على داتا تاريخيه بس. الكلام ده انا مش بقول ارمي الاكسبيرينس ابدا، الاكسبيرينس مهمه جدا جدا، لكن الداتا التاريخيه لا تكفي، لانك ممكن الحاجات التاريخيه في فاكتورز انت مش واخد بالك منها. انا مشروعي في اسكندريه جنب مشروع انا عامله هناك مثلا من 10 سنين، ما اخدش بقى الداتا من 10 سنين واقول ده هي دي زي دي، ما ينفعش خلاص. ريسورس بلاننج ووز ان ادكويت، لما جيت اخطط الريسورس بتاعتي، نيو ريسورسز فور ام ان باور ماتيريال ماشينري ماني، البلاننج مش مظبوط بتاع الريسورس مانجمنت دي مهمه جدا، ويتعمل لها كاش ان كاش اوت، ويتعمل لها ايرنت فاليو، ويتعمل لها كل حاجه. People does not see themselves as one team. ان الناس اللي في المشروع مش حاسين ان هم one team. خلي بالنا، انا مش بتكلم عن المقاول بس. المقاول ده it's one team، ده it's obligatory rule of thumb. ان كل اللي بيشتغل في شركه مقاولات مع بعض it's one team. لو واحد بس شاذ بيبوظ لك الدنيا. وللاسف في شركات كتيره جدا بتبوظ بهذا الشكل وما بيبقوش عارفين باظت ليه. ان مثلا يبقى فيها حاجات بقى ايه، مثلا اثنين ثلاثه مع بعض، اثنين ثلاثه مع بعض، وواحد فوق مثلا المدير مثلا ثلاثه اربعه واخدين عقله وبس هم وبس، والباقي يعني هم يعني ايه يعمل نفسه ان هو يعني برضه بيساوي بتاع، لكن هو الواقع الامر لازم الكونتراكتور اللي الناس بتوعه مش وان تيم، لو مش كده قول له ابشر مش هتقدر تكمل. اسماء كبيره جدا جدا جدا، طبعا مش بتكلم على بعرض بحد، اسماء كتير جدا، شركات كتيره جدا وقعت لهذا السبب، صراعات ما بين اخوات شركه واحده، الناس بيشتغلوا شركه واحده مش عارفين يتوبوا قالوا عارفين يبقوا تيم. فدي انا بتكلم هنا بقى على ايه؟ على بروجكت از وان تيم، بيعمل يعني ايه؟ الاونر، البروجكت مانجر اللي هو بي ام او، الكونسلتنتس، الكونتراكتورز، السب كونتراكتورز، السبلايرز، كل دول لازم يبقوا ايه؟ They have to see themselves as a team. لازم الناس دي كلها تبقى تيم واحد لنجاح المشروع وتحقيق هدف المشروع اللي احنا عارفينه كويس قوي ان هو ايه؟ In time with quality with ايه؟ Cost with quality. كل ده حاجات متفق عليها من الاول. People are constantly pulled off the project. ده برضه ده موضوع مهم جدا. انا بشتغل في مشروع، بشتغل في شركه، كل شويه شركه تقول لي ايه؟ هات ده خلاص، ده احنا عايزينه في حته ثانيه، ده احنا مش عارفين هنجيبه فين. خلاص؟ طيب. نمرة 7 the project plan lacks details. الخطه بتاعت المشروع ناقصه تفاصيل. يقول لك ايه؟ مثلا انا مش بقول، خلي بالكوا حاجه، يعني انا ممكن وانا مثلا مقاول ببع وادي الاستشاري اقول له مثلا بالمتر المكعب خرسانه مسلحه، ما دخلوش بقى في نجاره وحداده وصب ورش ميه بعد الصب ما بدخلش في حاجه. انما انت لما تيجي تشتغل كمقاول ريكومنديشن ده يتحط في البلان بتاعك انت بالريسورسز بتاعته لو انت عايز تنجح. فلاكس الديتيلز بالنسبه اللي بينفذ، ممكن وانا بدخل اعتمد البلان بتاعي يبقى هو نفس البلان، لكن بيبقى فيه فورث ليفل او فيث ليفل اوف ديتيل في الورك بريك داون ستراكشر. خلاص؟ The project is not tracked against the plan.
غلطة شائعة، أنا عملت الإيه؟ البرنامج الزمني بتاعي، وفي الكوست مانجمنت، وفي الريسورس مانجمنت، وفي الكاش إن وكاش أوت كان كل آخره، لكن ما بقى إيه؟ ما عملش له تراكنج أجست البلان. يعني أنا المفروض كل أسبوع، مش كل شهر، كل أسبوع أنا الخطة بتاعتي كانت إيه؟ وأنا نفذت منها إيه؟ والديفيشن بتاعي إيه؟ والتايم بتاعي لو معدى مني قد إيه؟ وهصلحه إزاي؟ ودي موجود في شركات جوه مصر، ونفذنا هذا كلام جوه مصر، مش هقول لكم الخليج بقى الا الخليجات، جوه مصر شركه من الشركات العظمى اللي موجوده في مصر، مش هقول اسماء برضه عشان ايه، مش ما بعملش دعايه. People lose sight of the original goals، بيفقدوا الاتجاه بتاع الهدف الاصلي بتاعك. الهدف الاصلي بتاعك واضح، انا عايز اخلص المشروع ده يوم كذا بالكوست كذا بشكل كذا بكل حاجه، يعني الاهداف اللي هي ايه. سينيور مانجر ريفيوز تو اكسبت رياليتي، دي نقطه بقى اهم جدا برضه، دي لما يقابلها مدير مشروعات، واحنا قابلناها في حياتنا كتير قوي، وكل واحد بقى ربنا يقدره بقى بيعرف يتصرف بطريقه معينه، بس هي لها برضه اصول، اذا ربنا سبحانه وتعالى راد برضه يبقى موضوع يعني ايه، هاو تو ديل وذ ذا مانجمنت ذا مانجر refusing to accept reality، يعني إدارة مش عايزة توافق على الواقع، يعني الواقع إن أنا مثلا مشروع ثلاث سنين يقول لا أنا 6 أشهر، يا عم 3 سنين الموضوع هو الحسابات، لا لا هي 6 أشهر، طب هتعمل إيه بقى يا بروجكت مانجر؟ يعني لازم تشوف يعني ليه طريقة يعني. بول بارك استيمتس بيكام اوفيشال تارجتس، يعني اللي هو ايه، يعني بول بارك يعني هي يعني زي لعبه كوره يعني، يعني اللي هي يعني تشبيه، لان الايه الاستيمتس معموله كده والسلام، يعني 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 بشكل يعني ايه، ما هوش مش مش مش, مش معموله صح ولا بشكل علمي ولا بنهج صح ولا بنهج مظبوطه، بتبقى ايه في التارجتس بقى، يعني انت ان الاسم اللي هيعملها في الاول بطريقه يعني 100% ولا بطريقه محدده بتبقى ايه رسميه. No one is in charge، دي من اخطر الحاجات برضو، ان كل واحد يعني ايه يقول لك ده مش انا المسؤول، ده اصل البلانر هو اللي غلطان، يقول لك لا ده الكونستراكشن مانجر اللي غلطان، لا ده التوب مانجر اللي غلطان، وكل واحد في وقت الغلط يبقى ايه مش هو اللي غلطان طبعا. بشكركم جدا على تحملكم، ويا رب تكون اللقاء جميل زيكم كده، ويعني بشكركم جدا 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 جدا، انا مش عارف والله احنا قعدنا قد ايه، بس انتوا بصراحه الساعه 12 ولا تلت، احنا بقالنا قد ايه؟ استاذ محمود ده احنا بقالنا ايه؟ احنا من 9. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ الساعة 12 الا ربع، احنا بادين 9 وربع مش كده؟ ايوه ساعتين ونص يعني؟ ايوه بالظبط كده يا دكتور. طب والله انتوا يعني ملايكة يعني، يعني تحياتي لجميع الحضور، وبتمنى بس ان يكون ايه، ان يكون الكلام يعني 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 وصل، هو بسيط بس برضه احنا في انتظار اي اسئلة، اي استيضاحات، اي اقتراحات، عشان اقول لكم ايه، اقول لكم يعني نسلم عليكم، وشوف انت حضرتك برضه كان في موضوع كنت عايز برضه تعرضه، فشوف قدرها انت بقى زي ما انت عاوز بقى.